طيب عندنا شابتر صغير ظريف عايزين نقلبه يعني تمام، هو مش موضوع ضخم ولا كبير لا في الحياه العمليه ولا في ايه بالنسبه للامتحان، بس برضه لازم نفهمه يعني لما نقلبه ده هياخد مننا ساعتين. فهنشوف ايه الموضوع دوت. هو الدي اتش سي بي هندرس اثنين دي اتش سي بي، هندرس دي اتش سي بي فيرجن 4 وهندرس دي اتش سي بي فيرجن 6. ده اللي هيبقى كبير شويه فمعلش استحمله انا لازم اشرحه. اوكي لو ما فهمتوش 100% معلش ده شيء طبيعي لان هو فعلا ايه غريب شويه، بس ايه دونت وري يعني ما هوش حاجه يعني مهمه بالنسبه للحياه العمليه. انتروديوسنج دي اتش بي، هنبتدي الاول بالسهل اللي هو الفيرجن 4 اختصار طبعا لدايناميك هوست كونفجريشن بروتوكول، وقلنا من زمان جدا ان هو مهم جدا كبروتوكول عشان خاطر يسمح لي ان انا اجيب اي بي ادريس اوتوماتيكلي او دايناميكلي تمام من جهاز اخر. اللي بيحصل طبعا ان زي ما انتم شايفين بيبقى في دي اتش سي بي كلاينت، هو كل كمبيوتر موجود في الشبكه عندنا بيعتبر دي اتش سي بي كلاينت، وبيبقى في دي اتش سي بي سيرفر، ده ممكن واحد بس في الشركه عندك او في الشبكه بتاعتك او ممكن اكتر زي ما هنشوف مفيش مشكله بالنسبه لي. الدي اتش سي بي سيرفر بيقدم خدمه ان هو بيديني المعلومات اللي انا محتاجها مينيمم، بيديني اي بي ادرس وسبنت ماسك، لكن زي ما انتم عارفين انا محتاج حاجات ثانيه كمان لو عايز اشتغل صح زي الديفولت جيت واي ومثلا الدي ان اس سيرفر، وفي الحقيقه هو يقدر يديك حاجات اكتر من كده بكتير، يقدر يديك اكتر من 200 حاجه تمام، حاجات كتيره جدا جدا يقدر يديها لك، بس طبعا هل انت محتاجها ولا لا؟ احنا عارفين اوريدي. اللي مش عارفينه بقى الحاجه الغريبه دي، اللي بيقول لك نفسي في عندي ثلاث ديفرنت ادريس الوكيشن ميكانيزم، مانوال الوكيشن، اوتوماتيك الوكيشن، دايناميك الوكيشن. ايه الكلام الغريب ده؟ المانيوال ابلكيشن بيقول ان انا اللي بحدد للدي اتش سي بي سيرفر بقول له مين الجهاز اللي هياخد ايه. ايه الكلام الغريب ده؟ يعني مثلا انا مسؤول عن السبنت ديت 192.168.1.0/124، فانتوا عارفين معناها الارقام من 1 ل 254. لو انا شغلت الطريقه المانيوال ديت اللي محدش بيشتغل بيها وجاي هنا بص الدول خمسه هياخدوا بالذات الجهاز اللي هو الميك ادرس بتاعه وكده اما الدوت 6 هياخد الجهاز اللي الماك ادرس بتاعه جاز. طبعا ما حدش هيقدر يعمل كده لانك معناها انك لازم تدخله الماك ادرس بتاع كل جهاز وتقول له ان الماك ادرس ده هياخد ده الماك ادرس ده هياخد واضح؟ فدي ما بنستخدمهاش خالص في الحاله العمليه، انا عايز الدي اتش بي عشان يسهل لي الموضوع. لكن ليها استخدام، ايه الاستخدام؟ في بعض الاجهزه بتعمل لك مشاكل لما تاخد بالدي اتش بي لسبب او لاخر. مثال مثلا مشهور قابلته في الحاله العمليه هو البرنتر. ما بتكلمش على البرنتر الصغيره اللي حضرتك بتوصلها بالكمبيوتر، بتكلم على برنتر بتتوصل بالشبكه بالسويتش تمام، اسمها نتورك برنتر. فالنتورك برنتر دي ساعات لما تطلب ال دي اتش سي بي ادرس بتحصل مشاكل ان هو بيتغير. بمعنى ايه؟ انا عندي انتوا عارفين الجهاز بتاعي لو خد ادرس مثلا النهارده خد دوت 7 في الشبكه ديت، ممكن اضيف الكمبيوتر وارجع تاني يوم الاقيه ياخد دوت 220 بس. هنعرف ليه برضه يعني ايه الفرق يعني. طب دلوقتي بالنسبه للبرنتر ديت انا الافضل بالنسبه لي اني اثبت رقمها. الافضل ان مثلا اقول البرنتر بتاعت اداره المبيعات السيلز برنتر دايما تبقى رقمها 110. حلو كده؟ طب اعمل ايه؟ ساعتها اقدر استخدم الطريقه دي ولا لا؟ هخش على السيرفر بتاعي، اخش على الدي اتش بي سيرفر بتاعي وهقول له مانيولي تمام، هي كلمه مانيوال بقى جت من هنا الوكيت يعني اظبط ان البرنتر تاخد دوت. يعني طبعا هقول له بقى الماك ادرس بتاعها يعني زي ما قلنا هيبقى ايه حاجه زي كده مثلا اوكي الماك ادرس ده بيساوي 110 تمام. فالراوترز بتاعتنا اللي هو احنا شغالين كراوتر مش كدي اتش بي سيرفر، الراوتر بتاع البيت الراوتر الصغير المبيت العادي دوت اللي عندك في البيت، ممكن تلاقي الخاصيه دي موجوده باسم دي اتش سي بي ريزرفيشن. بص اسمها حجز الدي اتش سي بي، يعني مش انت هتحجز الرقم ده للجهاز ده، يبقى انت كده بتحجز ولا لا؟ حجز، بتحجز الرقم ده للجهاز ده. فممكن تلاقي كده الراوتر بتاعتي ده تحتها موجود اسمها دي اتش بي ريزرفيشن، يعني احنا بنسميها هنا مانيوال الوكيشن، انا بحدد بنفسي عشان ما ادخل الماك ادرس ايه بنفسي. طب في مشكله اجيب ازاي الماك ادرس بتاع البرنتر؟ اجيب ايه؟ مكتوب على البرنتر، الاجهزه كلها اللي ملهاش ويندوز او حاجه زي كده اللي هي زي برنتر او ديفايسز بتتوصل مثلا زي جهاز اشعه في يعني اجهزه كتير اللي هي مش كمبيوترز تمام، بروجيكتور في بروجيكتور بتوصل بالنتورك بتلاقي مكتوب على الظهر بتاعه او الحاجه بتاعته الماك ادرس بتاعه، او لو هي بقى برنترز الحديثه اللي هي فيها ال سي دي مونيتور بيبقى فيها مونيتور صغيره كده بالتاتش وبتقدر تتاتش ومش عارف ايه، بتقعد توصل في المنيو لغايه لما تجيب الماك ادرس بتاعك. يعني انا عندي عموما بجيب بحط الاي بي ستاتيك عليها
ولما اجي انزل فايبر بعمل لها اكسسوارية من الاي بي بتاعك. ماشي بس كده كده بالنسبه لك اسهل افضل يعني. انت لو عرفت الباك جراوند بتاعها افضل بدل ما اروح للسكيل كبير وكده. انا عندي دلوقتي 20 كريبتر بدل ما اروح لكل كريبتر او حاجه زي كده بجيب بس وبعدين بتعمل العمليه دي مره واحده وخلاص وانت اول. بالعكس دلوقتي انا عندي مثلا 20 اجهزه وعندي برنتر واحد عايز اي فاكس مثلا يجي على الجهاز برنتر البار. لا بلاش سوفت وير، انت محتاج سوفت وير معايا مش قادر يعمل حاجه. بالظبط. يعني انت محتاج تظبط الكلام ده في السوفت وير بتاعك. الطريقه الثانيه والثالثه بيقول لك اوتوماتيك الوكيشن وديناميك الوكيشن. ايه الفرق؟ هي دي اللي احنا عارفينه اللي هو بيوزع، انت بتطلب منه رقم بيديك رقم. الفرق ايه؟ ان اوتوماتيك الوكيشن الرقم ده بتاعك بدل حياتك. يعني اديتك رقم، الرقم بتاعك مدى الحياه، مفيش بقى نظام اللي قلت لك ده من شويه، ان انا بروح النهارده الاقي رقم 7 بكره الاقيه 22، لا، لو خدت 7 مدى الحياه. ده الرقم بتاعك، برضه في بعض السيناريوهات بتستلزم حاجه زي كده، والرقم بتاع حضرتك الاب. بس معظم الناس بيشتغلوا بالطريقه الثالثه والاخيره اللي هي اسمها دايناميك، اللي هي اسم البروتوكول، مش اسمه دايناميك، تمام؟ الطريقه دي بتقول ايه؟ ان انا بديك الرقم وبديك كل المعلومات بتاعتك، بس الرقم ده انا باجره لحضرتك. نسمع الكلمه دي بقى كتير. ليس. ليس يعني ايجار. انا باجره لحضرتك لفتره معينه، باجره لحضرتك لفتره معينه. معظم الراوترات تاني الصغيره اللي عندك في البيت بتاجروا لك 24 ساعه. بتاجروا لك كام؟ 24 ساعه. السيرفر بتاع مايكروسوفت مثلا مش متذكر تقريبا بياجره اسبوع مثلا، بياجره يومين كام؟ وات ايفر. الرقم ده ممكن يتغير زي ما انت عايز. فايجار معناه ايه؟ معناه ان الرقم ده بتاع حضرتك طول هذه الفتره. بس خلي بالك زيه زي اي عقد ايجار لازم ايه؟ يتجدد. لازم يتجدد. هتشوف ازاي بيتجدد برضه لسه. فاذا كده عندنا اعتقد نوزع الادريسز التوزيع نفسه هو كده كده التوزيع عن طريق بروتوكول الديرسي. بس الرقم نفسه هيجي منين؟ ممكن احجز رقم معين لجهاز معين اللي هي الريزرفيشن ديت او اللي هي المانيوال الوكيشن. اوكي؟ دي اول طريقه. ممكن تدي جهاز رقم ويبقى بتاعه مدى الحياه. تمام؟ وممكن اخر طريقه انك تدي جهاز رقم وبتاعه لفتره معينه، لفتره زمنيه معينه، طول ما هو فتره دي المفروض ان هو ايه؟ بتاعه. واضح؟ الاوبريشن بقى بتاعتنا بتاعت دي اتش سي بي فيرجن 4 وده اللي احنا خدناها قبل كده في الحقيقه. بتقول لك ان هي فور ستيب بروسيس. الكلاينت بيبدا اول بروسيس بان هو بيبعت رساله اسمها دي اتش سي بي ديسكفر ودي بتبقى برودكاست مسج. والرساله دي بيقول فيها يا جماعه انا بدور على دي اتش سي بي سيرفر. بدور على دي اتش سي بي سيرفر. يعني لو عملنا في بونش صغيره كده سويتش وفي مجموعه من البي سيز كده وفي معانا سيرفر اهو دي اتش سي بي في راوتر حتى كمان مفيش اي مشاكل خالص. وجينا قلنا كده مثلا ان الراجل دوت لسه صاحي من النوم دلوقتي فاول رساله هيبعتها في الحقيقه اول رساله هتطلع منه اللي هي اسمها الديسكفر اللي هو هيكتشف هيكتشف مين الدي اتش سي بي وتبقى برودكاست اف 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 هتوصل لكل الناس توصل لمين لكل الناس. بس طبعا الرساله ديت ما حدش هيرد عليها الا لو كان دي اتش سي بي سيرفر الا لو كان ايه دي اتش سي بي سيرفر. حلو كده. والمثال بتاعنا السيرفر هيرد برساله اسمها اوفر. والاوفر دي بتبقى يونيكاست بقى مش ايه مش برودكاست. الاوفر دوت يعني العرض بتاعي اللي هو انا بعرضه على حضرتك. خد العرض ده كده شوفه مناسب بالنسبه لك ولا لا. يبقى اذا لو الكلاينت هنا كده والسيرفر هنا كده اوكي اول رساله بتطلع اللي هي اسمها دي اتش سي بي ديسكفر وبتبقى برودكاست. السيرفر بيرد رساله تبقى اسمها دي اتش سي بي اوفر ودي بتبقى يونيكاست. طب ايه الفكره هنا؟ ممكن يجي لك اكتر من اوفر. انت داخل كده مكان تقول انا عايز اشتري ساعه. اوكي؟ تلاقي حد بيقول لك انا عندي وانا عندي وانا عندي. نفس الكلام هنا لما بعتنا برود كاست الحقيقه ممكن يكون عندنا اثنين سيرفر في الاسماء. مش هيبقى كده خالص ده دي اتش سي بي سيرفر تاني اهو. فالاثنين هيرد عليك بالايه؟ بالاوفر بتاعها. اوكي؟ الطبيعي من غير ما نعقد الدنيا يعني في تعقيدات اخرى بس احنا ايه مش عايزين تعقيدات على مستوى سي سي ان ايه ان انا هاخد اول اوفر بيجي لي. هتاخد مين؟ اول واحد بيجي لي. يعني اكيد في واحد هيجي قبل الثاني. مفيش حاجه اسمها ان بيجي لك مسجين في نفس اللحظه وهي كهرباء. وفي كهرباء هتيجي قبل الثانيه واحده منهم هتيجي.
فاللي هتيجي هي دي اللي هتقبلها، فتقبلها تقوم جاي بقى رساله ايه؟ رساله الثالثه هنا تركيب الخطوات قلنا دول انفصلوا بالحروف بتاعتهم بالظبط اللي هي دول، يبقى الرساله دي بحرف الار يبقى اسمها ايه؟ دي اتش سي بي ريكويست طلب، ودي برضه هتلاقيها ايه؟ برودكاست. هتقول لي طب ليه؟ ما انا خلاص عرفت السيرفر هنا وعرفته وعرفت العرض بتاعه، عشان اللي هنا لما تطلب وتبعت بقى برودكاست هتبقى واصله للاثنين سيرفر، السيرفر اللي بعت لك العرض والسيرفر اللي بعت لك العرض الثاني، فاللي بعت لك العرض اللي انت وافقت عليه خلاص هيعرف ان انت عايز العرض بتاعه، والثاني هيفهم ان انت ايه؟ مش عايز العرض بتاعه. واضح؟ اخر خطوه عندنا دي نمبر 1 دي 2 دي 3 دي 4 هي ان انا السيرفر يبعت لي الرساله الاخيره اسمها دي اتش سي بي اكنولدج او الاك بتاعتنا، خدنا الاك طبعا 100 مره قبل كده، ودي بتبقى ايه؟ يونيكاست. لغايه لما تجيلك الرساله دي انت هتلاقي ما ينفعش تستخدم الاي باد، لغايه لما تجيلك الرساله دي الاي باد مش بتاعك، لما السيرفر يقول لك تمام شكرا جدا لحضرتك كده بقى ده دي الاي بي ادرس بتاعك. واضح؟ هو الكلام ده كله كده بس انا بلاك اوت عشان خاطر يبقى ايه؟ يعني في شويه تفاصيل زياده شويه. واضح؟ يبقى بالاربع خطوات دول اللي زي ما قلنا اسمهم دورا دي او ار اي عشان تبقى حافظ الترتيب بتاعهم، ديسكفر اوفر ريكويست اي اكنولدج، ودول الاربع خطوات اللي بيتابعوا عشان تاخد الاي بي ادرس بتاعك، وطبعا الصف الباسكت بتاعك والديفولت كويري بتاعك ودي كل اللي انت محتاجه احنا معاك فيه. طيب زي ما قلنا الجزء الاساسي اللي بيحصل هنا هو بيبقى ده الفتره الاوليه او الخطوه اللي بتحصل ان انا باجر منك رقم، لكن فتره الايجار دي اوكي مثلا نفترض ان 24 ساعه اللي هي بتاعت معظم الراوترات اللي في البيت. ايه اللي بيحصل جوه الكمبيوتر؟ الويندوز مثلا بتصمم ان هو لما تعدي نص فتره الايجار، نص الفتره يعني بعد ما تعدي كام؟ 12 ساعه او جاي مجدد، ما استناش لغايه الاخر لما يخلص فتره الايجار، لا ما تعدي نص فتره الايجار تقوم جاي ايه؟ مجدد. طب هتجدد ازاي؟ هل هتبدا تاني الخطوات دي من الاول؟ مش بالعقل، مش معقول، مش معقول انا هبدا اقول يا جماعه انا بدور على ايش السبب، ما انت عارفه وعارف هو مين بالظبط، فبتبدا بالخطوه الثالثه اللي هي ريكويست اللي هي الار، بس ما بتبقاش حتى برودكاست، بتبقى يوني كاست، مالهاش لازمه ان هي تبقى برودكاست، صح؟ انا بكلم السيرفر بتاعي مباشره، بقول له يا سيرفر جدد لي ايه الحاجه بتاعتي. فين جاي مجدد لك؟ اذا بعد 12 ساعه بيجدد لك 24 ساعه كمان، طب جاي 12 ساعه تعدي يجدد لك 24 ساعه كمان، وهكذا. تمام؟ 12 ساعه و 12 ساعه اللي عندهم ولا؟ انت اللي بتحدد فتره الايجار على السيرفر، لو قلت له 10 ساعات يبقى هو الكمبيوتر هياخد فتره الايجار 10 ساعات، وبعد 5 ساعات جاي يطلب يقول لك جدد لي العقد. فزي ما شايفين الخطوتين دول بس هو اللي بيحصلوا في الليست ريول او هو تجديد عدد ريكويست و اك والاثنين طبعا بيبقوا ريكويست. في تفاصيل اكتر من كده كتير في الدي اتش بي بس احنا مش قصتنا ومش مش يعني مش الموضوع بتاعنا اكتر من كده، بس بتقدر تقرا كتير. يعني شكل المسج في الدي اتش بي وتخضك شويه تقول يا خبر ابيض ايه ده؟ ايه الكلام ده كله؟ بدل طبعا بفسر لك هنا الخلايا بتاعتها بالاي بالتفصيل، بس انا ما يهمنيش كل الكلام ده كله اللي في الاول، يهمني من الاول هنا، يعني شايفين الحاجات اللي هو كده بيتكلم قد ايه؟ كلاينت اي بي ادرس، يور اي بي ادرس، سيرفر اي بي ادرس، جيت واي اي بي ادرس، كلاينت هارد وير ادرس، سيرفر نيم، ومثلا بعد كده الاوبشنز. ايه بقى الحاجات دي انت اللي عايزين نشوفها هنا من الاول هنا؟ كلاينت اي بي ادرس يوزد باي كلاينت دورينج ليز رينيوال وين ذا ادرس اوف ذا كلاينت از فاليد اند يوزابل نوت دورينج ذا بروسيس اوف اكوايرنج ادرس. يعني هنا ده ما بستخدموش في الاول ساعه لما بطلب اي بي ادرس لان بعيش وانا كلاينت، صح؟ لكن بطلب استخدمه امتى؟ في حته تجديد العقد اللي قلنا عليها، لما انا عايز اجدد العقد بحط الرقم ده، بحط ايه؟ الرقم اللي هو اسمه كلاينت اي بي ادرس. واضح؟ طيب اللي بعديه يور اي بي ادرس، ده اللي السيرفر بيديهولي بيقول لي خد ده ليك انت، اذا ده اللي هتشوفه على طول شايفينه؟ يور اي بي ادرس ده اللي هتاخده من ايه؟ من السيرفر. سيرفر اي بي ادرس ده بيقول لك السيرفر اللي انت المفروض تستخدمه. اوكي؟ السيرفر دي اتش تي بي يعني غالبا بيبقى هو نفس طبعا السيرفر، لكن في احتمالات ادفانس ان هو يبقى سيرفر مختلف، بس يعني هنفترض احنا ان هو نفس السيرفر بتاعنا عادي جدا. وبعدين جيت واي اي بي ادرس، مين الجيت واي ده؟ الراوتر ديفولت جيت واي اي بي ادرس بتاعه. وبعدين كلاينت هاردوير ادرس، وده اللي هو الادرس بتاعنا احنا هو بيقول لك يعرف الفيزيكال لاير. اوكي؟ الهاردوير ادرس زي المايك ادرس عندنا كده. السيرفر نيم ودوت السيرفر اللي هو لما بتبعت اوفر واك مسج، تمام؟ ممكن السيرفر يحط بيقول لك الاسم بتاعه هنا
زي مجرد اسم كده زي دي اتش سي بي سيرفر دوت نت كلاينت دوت نت مثلا، ممكن برضه ما بنستخدموش قوي. واخر حاجه بقى الدي اتش سي بي اوبشنز، ليه الكلام دوت؟ انت خلاص كده ايه الاوبشنز دي؟ لاحظ كده انا اديتك يعني كل الكلام دوت انا استفدت منه ايه؟ خلينا نجيب القلم كده عشان انا قعدت اتكلمت كتير واحنا ما فهمناش حاجه، تعالى نحاول نفهم. ايه بعد الكلام اللي انا قلته ده المفيد؟ اهو. اوكي. انا دلوقتي هو ده الادرس اللي هيجيبه لي، اللي هيديه لي السيرفر، هيقول كده واداني كمان ايه؟ الديفولت جيت واي وشكرا. هو الباقي ملوش لازمه، الباقي اللي انا قلته ده انساه ملوش اي لازمه. يبقى ده المسج فيها خد الاي بي ادرس والديفولت جيت واي. طب ما انت ناقصك ايه كده؟ دي ان اس وايه تاني؟ حاجه رهيبه مش موجوده. معاك اي ادرس ومعاك ديفولت جيت واي. سبمت ماسك، مفيش سبمت ماسك، ما اديتكش كده سبمت ماسك، حد شايف كلمه سبمت ماسك اي حاجه؟ مفيش. تمام، لان البروتوكول بتاع الدي اتش بي كان مبني على بروتوكول قديم اسمه البوت بي. تمام، والبروتوكول القديم ده كان معمول ايام ما كانش فيه اصلا سبمت ماسك. كلاس 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 فعشان كده حطينا ايه الدي اتش بي اوبشنز دي مهمه جدا جدا، لان فين الحاجات الثانيه اللي انت هتديها؟ فين السبمت ماسك هنا؟ فين الدي ان اس زي ما انت بتقول هنا؟ في حاجات تانية، هي حاجات تانية ممكن اديك الدومين نيم بتاعك لو انت في مايك سوفت انفايرمنت وعايز تعرف الدومين نيم بتاعك. اذا حاجات كتيرة معاك لغاية 256 اوبشن دومين. تمام؟ عشان كده بقول لك ايه؟ يعني الحتة دي مهمة ان انت تبقى عارف ان في اوبشنز كتيرة جدا موجودة في الدي اتش سي بي. جينا بقى زومين على المسج نفسها واللي هي اول مسجين بس اعتقد غيره اللي هي الديسكفر، وبتلاقي هنا ادي الفريم بتاعتك الكمبيوتر اللي بيحط السورس ماك بتاعه والديستنيشن ايه؟ مين ده؟ برودكاست. برودكاست مش مسج ديسكفر. جوه بتحط ايه بقى؟ السورس اي بي ادرس 4 اصفار والديستنيشن اي بي ادرس كام؟ 4255. طب 4255 دول عارفينهم اللي هم برودكاست، ازاي انا حاطط رقم 4 اصفار؟ ما رقم 4 اصفار معناه انا ما عنديش رقم. وحاطط السورس اي بي ادرس 4 اصفار معناه انا لسه ما عنديش رقم. اليو دي بورت كام؟ 67 اللي هو الدي اس بي بيستخدم 67 و68. الرساله من الكلاينت بتبقى 67، السنة اللي جايه بتسرب هتلاقيها كام؟ 68، بس ما يهمنيش مش هتفرق. وادي المعلومات، ايه المعلومات اللي هو الكلاينت ادرس والجيت واي ادرس والماسك والهاردوير ادرس دوت كلهم زي ما انتم شايفين اصفار ما عدا الهاردوير ادرس هو اللي محطوط فيه ايه؟ الماك ادرس بتاعي. وشكرا على ذلك مفيش حاجه. طيب وحصرهم لك تحت يعني عشان تعرف ايه دوت سي اي ادرس والكلاينت ادرس الجيت واي ادرس الهاردوير ادرس. لما هو يرد عليا بقى بص بقى المسج بتاعته السورس ماك ايه؟ السورس ماك بتاع السيرفر، الديستنيشن ماك ايه؟ هو يونيكاست صح؟ بعد كده السورس اي بي ادرس بتاعه هو اللي واخده السيرفر اللي هو 254 والديستنيشن اي بي ادرس ده الرقم اللي هو بيقترحه عليا، هتلاقيه جوه برضه يعني انا مش هاخده من هنا انا هاخده من جوه رساله، بس ده الرقم اللي هو بيقترحه عليا، يقترح عليا ايه بقى؟ ان 192.1.10 والماسك بتاع كام؟ 3255 او اللي هو 16.10. لاحظ ان الجيت واي ادرس اربع اصفار يعني ما اديتكش ديفولت جيت واي، ما اديتكش دي ان اس، بس ايه المشكله؟ انت بينما النهارده محتاج ايه؟ اي بي ادرس وماسك بس. اي حاجه ثانيه تعتبر اضافه. اي حاجه ثانيه تعتبر ايه؟ بس طبعا انت كان بتستخدم الاضافه دي كلها. تمام؟ كده شفنا ايه؟ الاوبريشن اللي هو الجزء النظري يعني الموضوع بعد كده بقى هيبقى كونفجريشن ثاني فاكرين؟ ديسكفر اوفر ريكويست اكنولج. دي سيسكو اللي بتحب تسال فيها قوي يعني. ايه الكونفجريشن بقى؟ دلوقتي سيسكو نفسها بتنصحك بتقول لحضرتك لو عندك دي اتش سي بي سيرفر اشتغل دي اتش سي بي سيرفر، يعني سيرفر جهاز نازل عليه مايكروسوفت ونازل عليه لينكس اهلا وسهلا بيك. ما تخليش الراوتر بتاعك هو دي اتش سي بي سيرفر، سيسكو نفسها بتقول كده، الافضل ان انت يبقى فيه ايه؟ سيرفر محاور حقيقي عندك. بس لو عايز تخلي الراوتر بتاعك يبقى هو دي اتش سي بي سيرفر، انا هوريك ازاي دلوقتي. لو عايز تخلي الراوتر بتاعك دي اتش سي بي سيرفر هوريك الكونفجريشن، فيري سيمبل بسيط خالص. اوكي؟ لكن طبعا الاحسن والافضل والاسهل انك تعمله على مايكروسوفت ويندوز سيرفر او لينكس حتى سيرفر. ليه ما خليش دي على مش احسن مش هو الافضل لا يعني سواء كونفجريشن فيلم وما هوش فيه امكانيات زي التاني وبتفقد حاجات موجوده اصلا لو انت بتشتغل مع مايكروسوفت لها علاقه مثلا بالاكتف دايركتري يعني بتخش في حاجات تانيه خالص فبيقول لك ما بيستخدموش ده الا لو فرز بايت يعني انت عندك فرز بايت اصلا ما فيش سيرفرات عندك فرص بقى ما فيهوش سيرفر بس انت حاطط فيه راوتر خلاص الراوتر هيشتغل دي اتش سي بي سيرفر. ما اذا كان الراوتر ابو بلاش بتاع في داتا ده ولا ب 200 جنيه بيشتغل دي اتش سي بي سيرفر، راوتر سيسكو
مش هشتغل ديشن سيرفر؟ هشتغل طبعا، بس هنشوف الكونفجريشن بتاعي. اوكي؟ الكونفجريشن تاسك بتاعتنا بسيطه خالص. هما خطوتين بالظبط. اول خطوه اقول الراوتر ايه هي الارقام اللي ما يوزعهاش. هنا تستغرب. تقول نعم. هو مش المفروض هيشتغل ديش سيرفر؟ صح. يبقى المفروض اقول له ايه؟ الارقام اللي يوزعها. لا. الخطوه الاولى انك تقول له الارقام اللي ما يوزعهاش. قلت لك ان هو مبني افضل خليج تبع مايكروسوفت. هنعمل ايه؟ فنحن ستيب نمبر 1 بنقول له اكسكلودد اكسكلودد ادريس. يعني اكسكلودد يعني ايه؟ بره ما توزعهاش. فبنكتبها بالكوماند بقى كده في الحقيقه اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد داش ادريس وبعدين بحط هنا رقم او مجموعه ارقام. يعني لو حطيت رقم واحد يبقى هو دوت اللي ايه مش هنوزعه. لو حطيت رقمين ورا بعض كده مثلا كده يعني حطيت هنا مثلا 10 1 1 5 10 1 1 20 يبقى بقول له ما توزعش من 5 لكام؟ ل 20. بقول له ما توزعش من 5 ل 20. يبقى اول خطوه رقم واحد انا بقول له ايه الارقام اللي ما يوزعهاش؟ وهتفهم ليه برضه انت مش فاهم ليه طبعا يعني ايه اللي خلاها غير اللي خلاها دي اول خطوه اقول له ما يوزعهاش هتعرف دلوقتي. الخطوه الثانيه هنكونفيجر ما يسمى الدي اتش سي بي بول. وايه بول؟ لو اصبحت بقول لك انا حمام سباحه سويمنج بول. لا بول هنا معناها الارقام مجموعه ارقام مع بعض ده البول مجموعه ارقام مع بعض اللي هو هي ايه هيوزع. فبنكونفيجر ازاي؟ نقول له اوكي اهو اي بي دي اتش سي بي بول وتدي له اسم وتدوس انتر. اوكي اي اسم انت عايزه اي اسم انت عايزه مفيش اي مشاكل طبعا. بنخش بقى على بول جديد يعني بتلاقي هنا كده كونفيج داش ايه دي اتش سي بي ده اول مره نشوف يعني حاجه زي كده صح؟ اذا ده هنا في الجلوبال كونفجريشن زي انترفيس بيدخلك على ايه؟ على مود جديد. ايه بقى اللي هنكتبه في المود دوت؟ اول كوماند واهم كوماند هنقول له نتورك مثلا 192.168.1.0 ده اول مربع ايه 55 ل 55 ل 55 0 ده تاني مربع. طب اظن واضح جدا. انا بقول له ايه؟ دي رقم الشبكه وده الايه؟ الماسك بتاعها. دي رقم الشبكه والماسك بتاعها. طيب خد بالك هنا يبقى لك بقى ايه؟ ايه السبب اللي خلانا نقول له الارقام اللي ما بتتوزعش في الاول؟ لو انا اديتك ده كده هتقول لي ده شبه اوامر الراوتنج صح؟ مش احنا عندنا درسنا نتورك ده مرتين مره فريب ومره فوز بيف صح؟ نتورك رقم وبعدين ماسك بس مش وايد جارد ماسك سابلت ماسك عادي. لو انت شفت دي كده يبقى انت بتقول لي معناها ايه؟ الارقام من واحد حتى كام؟ ولا ايه؟ صح؟ 54 مظبوط دي الارقام كده فاهم. انت اول ما تدوس انتر هنا الراوتر هيقول انا دلوقتي اقدر اوزع الارقام من 1 ل 54. فدي مشكله لو بعد الخطوه ديت حد طلب رقم هيديله كام؟ 1. تاني واحد يطلب يديله كام؟ هو بيمشي بالترتيب 2 يديله 3 فمين المشكله؟ طب يا عم ما في ارقام عندي محجوزه ما ينفعش تتوزع مينيموم يعني مش الراوتر واخد رقم؟ الراوتر نفسه واخد رقم تمام؟ السيرفرز واخد رقم؟ البرنتر لو انت عاملها ستاتيك واخد رقم؟ الاكسس بوينت واخد رقم؟ وات ايفر اي جهاز انت بتديله رقم ستاتيك. فعشان كده لازم اقول له الاول هنا خلي بالك ما توزعش دول قبل ما اقول له هنا وزع دول. فاهم الفكره؟ يبقى عشان انت بتقول له نتورك 10/24 ايوه يعني معايا رقم 1 ل 54 لا لو انا بقى هنا كنت فوق يعني تلاقي ليه صحيح ونكتب حاجه ليها علاقه باللي انا عملته 198.168.1 واحد لغايه 198.168.1.50 تمام؟ وكتبت سطر تاني هو هو نفس الكوماند قلت له 198.168.1.254 بس كده. تمام؟ يعني كتبت سطرين كده اقول له ما توزعش 254 وما توزعش من واحد لكام؟ ل 50. فلما تدوس انتر هنا بص بقى كان مفهوم 1 254 ايه اللي هيتشال؟ 1 ل 50 هيتشال هيبقى لك كام؟ 51 254 لا ده 254 شاشه يبقى هي كام؟ 254 يبقى هو دول الارقام البول اللي بيقول عليه ده هو ده البول بتاعه هو ده كده ايه؟ البول اللي هو هيوزعه واضح؟ يبقى اذا
بقول له هنا الاول الاكسكلودد اللي ما يوزعوش عشان الامر ده اول ما بتكتبه بيوزع، يعني الامر ده اول ما بتكتبه خلاص يقدر يوزع كده، يقدر يوزع بهذا الشكل. وبالتالي لازم نبقى حريصين ان انا اقيله الاول مين ما يوزعوش. فانا هنا قلت له ما توزعش ال 51 ما توزعش ال 54 جاي شايلهم، شلناهم بقى كده من النتورك دي، بقى لك كام؟ 54 طار، 51 شغال، 52 53 54 لغايه 253 بلاقي له برضه ابعد عن 254 دي مثلا ايت على استعراض ولا كده. طيب كده هو ده الاي بي، هدي له اي بي ادرس في الرينج ده، يعني يلا يا دكتور هدي له كام؟ 51 انا بعد هدي له 50 50 وهكذا ماشي. واحد يدي له ماسك، هي لك الماسك هنا، الماسك كام؟ 19 لا فين الديفولت جيت واي؟ فين الدي ان اس سيرفر؟ فين بقيه الاوبشن؟ موجودين بس كلهم اوبشنال، كل ده ما قلنا مينيمال لازم تدي له دول بس صح؟ لكن هنا بقى اقدر ادي له حاجات ثانيه، اوكي قايل له كده اهو ديفولت داش راوتر وبعدين دي ام اس سيرفر كده مثلا بهذا الشكل. ديفولت راوتر بتكتب له الاي بي ادرس، ده هيبقى ديفولت راوتر وديفولت جيت واي. دي ان اس سيرفر بتكتب له رقمين، ممكن ثلاثه اربعه زي ما انت عايز، بس احنا طبيعي بنحط رقمين في الدي ان اس سيرفر او رقم واحد لو عايز. والاخيرا اوكي ممكن اكتب كده اهو ليس، يعني طبعا في عمل تاني غير دول يعني، بس لو اخيرا بالنسبه لنا احنا محتاجين نعرفه ليس اللي هو فتره الايجار اللي ممكن احدد هنا فتره الايجار. باي ديفولت سيسكو برضه 24 ساعه. لو عايز تغيرها ممكن تخليها هنا خمس ساعات، ممكن تخليها نص ساعه تحط الامر ده. تمام؟ يبقى دي كده الاوامر بتاعتي عشان خاطر نكونفيجر الاي ان اتش. كويسه جدا 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 جدا. تعملها بثواني دي. باشمهندس هو الدي ان اس سيرفر ليه اي بي ادرس بسبت؟ لا مين دي ان اس سيرفر؟ عشان الطبيعي مش هتكلم عن اثنين دي ان اس سيرفر مش واحد. ليه؟ ليه؟ واحد برايمري واحد سكند. ده المفروض يكون عندك اثنين دومين كنترولر واثنين دي اتش بي واثنين مش عارف ايه. الناس دي مش كتير. رقم يعني رقم مثلا اه طبعا ازاي في سيرفر واحد هو بيعمل الحاجه دي، سيرفر لو واحد بيرى له حاجه ودي اتش بي ودي اتش بي مفيش ريدندنس ودي اتش بي لازم في اثنين. اه حتى دي اتش بي فوجئ في سيرفرين ودي اتش بي سيرفرين كله فوجئ في اثنين. فزي ما انتم شايفين ادي اول خطوه هو جايبها لنا اكسكلودنج اي بي بنفول ادريسز اي بي داش اكسكلودد داش ادريس. كتبت ادريس ولا ادريسز؟ لا ادريس صح. اكسكلودد داش ادريس وبعدين بتحط الرقم، لو حطيت رقم واحد خلاص يبقى هو دوت. هنا مثلا قال له من 10 1 ل 10 9 وكمان 10 كام؟ 254. يبقى هيوزع من كام لكام كده؟ كده هيوزع لا لو مش هيوزع اكسكلود هيوزع من 10 بعد ما ندخل امر نتورك يعني اه يعني هيوزع من 10 لغايه 253 بعد كده بنكريت البول بنقول له اي بي دي اس بي بول، تكتب اي اسم، بص كاتب لام بول واحد، اكتب احمد، اكتب عمر، احط تمام. وبعدين جوه بقى تقدر تكتب امر نتورك اللي احنا كتبناه، ديفولت راوتر، دي ان اس سيرفر، دومين نيم لو عايز، ليس لو عايز يبقى فتره الايجار، نت بايرز نيم سيرفر، دي حاجه كنا بنستخدمها زمان في مايكروسوفت بس يعني الدي ان اس استخدمها خلاص فمالهاش لازمه، بس زي ما انتم شايفين اهو نتورك 152 10 0 16 24 ديفولت داش راوتر ده الاي بي ادرس بتاع الديفولت بتاعي، دي ان اس سيرفر وكتب واحد دومين نيم اوكي دومين نيم اكزامبل دوت كوم كده الاجهزه عرفت اللايت ادرس بالماسك بتاعها، عرفت الديفولت جيت واي، عرفت الدي ان اس سيرفر وعرفت كمان الدومين نيم. باشمهندس اللان بول واحد ده اسم الدي اتش بي؟ اسمه اسم الدي اتش بي بول، ده بول اللي احنا عملناه، لان زي ما نشوف دلوقتي لما نيجي نشتغل في باكيت تريسر بنعمل كذا بول. اه يعني ممكن اشغل سيرفر واحد لكذا بول. اه اوكي لكذا مجموعه من الاجهزه، مش انت عندك كذا فيلان مثلا او كذا شبكه كل واحده منهم هيبقى لها البول بتاعها، فبتسميهم ممكن تسميهم بول واحد بول اثنين بول ثلاثه او ممكن تسميهم باسمهم، مثلا دي انا 10 اسمها سيلز فنسمي ده سيلز بول، الاتش ار بول بالظبط. طب ودومين نيم؟ دومين يعني نادرا ما بيتوزع بالطريقه ديت لان هم الاجهزه بتبقى اوريدي عامله جوين للدومين قبل كده المفروض، لكن لو عايزه كاوبشن موجود. طبعا هنا بيقول لك ممكن تجرب الخطوات دي اكسكلود الاول وبعدين بول نتورك ديفولت راوتر دي اس سيرفر ما عملوش يعني بس هو ممكن الاوبشن هو بص بعمل نفسه
ليز دايز اور مينتس او كلمه افرت. يعني كتبت 0 مثلا 0 30 يبقى 0 دايز 0 اورز 30 دقيقه يبقى فتره الايجار كام؟ 30 دقيقه. لو كتبت مثلا 5 0 0 يبقى 5 ايام و 0 فاهمين الفكره؟ او ممكن ما تكتبش اي دور وتكتب كلمه افرت وده معناها بلا نهائي، يعني كده مدى الحياه اللي قلنا عليه اللي هو بتاخد الرقم بتاعك بلا. شفنا ازاي بسيط وهنطبقه في الاخر، بس في باكيت ريسر كده مجمع اللي بيجمع لنا كل حاجه في الدقيقه، لسه عندنا حاجتين تانيين يعني في الدي اتش بي هنشوف ساعتها ايه القصه كلها. فهنا بيوريك ان هو عمل اثنين بول الحقيقه، ار1 عنده الشبكه دي 10 زيرو وعنده الشبكه كام؟ 11 زيرو. فعمل بول ل 10 زيرو وعمل بول لمين؟ ل 11 زيرو. تعال نشوف. قال له اي بي دي اتش بي اكسكلودد ادرس ما توزعش من 10 1 ل 10 9 و10 من 4 5 كمان ما توزعش من 11 ل 11 9 و11 من 4 5 تمام. بعد كده قال له اي بي اتش بي بول لان بول واحد وعمل تحت لان بول اثنين. هنا النتورك 1 ماي 6810 0 اللي هي الشبكه 10 0 16 24 الديفولت راوتر 10 1 اللي هو واحد طبعا من الاجهزه اللي متاخده هنا المحجوزه. الدي ان اس سيرفر 11 5 اللي هو الدي ان اس سيرفر هنا اه طبعا الدي ان اس سيرفر ممكن يبقى جوجل 4 8 مش لازم يكون معاك الدي ان اس سيرفر في نفس الشبكه خالص. اوكي والدومين نيم كذا نفس الكلام لان بول 2 عمل النتورك ديفولت راوتر الدي ان اس سيرفر والدومين نيم. ايه ارم فيريفيكيشن بتاعنا في كذا ارم شو اي بي دي اتش بي بايندنج ده اهم ارم ده بيوريك جدول الربط بايندنج يعني ايه ربط فين اللي ارتبطوا دلوقتي ببعض في اللي خدوا ببعض طبعا حاليا الجدول ده فاضي لما يشغله هيطلع كده بص الجهاز خد رقم 10 10 الماك ادرس بتاعه كذا 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 الايجار هيخلص يوم 28 مايو 2013 الساعه 1 و6 فاهمين القصه؟ الجهاز خد 11 10 الماك ادرس بتاعه كذا الايجار هيخلص يوم 28 مايو وهكذا في الاول يعني لو طلع فاضي كده وانا لسه مفيش حد خد ايه طلب اي ارقام فانا ما وزعتش ارقام. طبعا هو ليه هنا ابتدى انه يدي الرقم 10 الثاني احنا قلنا له ما تاخدش من 1 ل 9 وما تاخدش من 54 فزي ما انتوا قلتوا يبقى قالوا ايه وزعه من 10 و 2 3 و 50 فاول واحد اديله 10 ثاني واحد 11 12 الراجل يعني ايه مش بيوزع عشوائي. طيب يبقى اذا الكوماند ده ظريف جدا. الكوماند الثاني يعني ممكن برضه تبص عليه شو اي بي دي اتش بي سيرفر ستاتستكس وريني الاحصائيات بتاعتك زي ما تشوف جوات احصائيات كم مسج اتبعتت وكم مسج استقبلت مثلا اللي هم ريكويست وديسكفر واوفر واكنولج فاهمين الكلام. هتلاقي طبعا حته في رسائل ثانيه غريبه هنا ما تقلقش مش علينا زي الريليز هناك وانفور لكن يعني ايه دي المسجز اللي حصلت اللي استقبلها الجهاز مثلا استقبل بعت ثلاثه من دول وثلاثه من دول استقبل ثمانيه من دول وهكذا. بالنسبه للكمبيوتر نفسه بالبروفايز ده لما بتقول له اي بي كونفيج سلاش اول بتلاقي خد الارقام بتاعته كلها والاهم بتلاقي في الحقيقه مكتوب ال دي اتش بي انيبلد يس ان الليس اوبتين ان انا خدت الايجار يوم كذا الساعه كذا وان الايجار هيخلص يوم كذا الساعه كذا. طبعا ده ممكن نشوفه عامل هنا دلوقتي بسهوله لو عملنا الكومنت برومت وقلت له زي ما هو قال كده اي بي كونفيج ويب سلاش او طبعا احنا عندنا كتاب نتورك كتير لكن هنطلع لغايه لما نلاقي النتورك اللي شغال هنا ده دي واي فاي الواي فاي ادابتر زي ما انتم شايفين موجود شويه معلومات بس اهو دي اتش سي بي سيرفر انا معايا الرقم بتاعه وفي اول سطر تقريبا تاني سطر دي اتش سي بي انيبلد حلو جدا والسيرفر اهو واللي اكد لك اكتر الاثنين دول ليز اوبتين وليز اكسبايرد انا خدت الايجار يوم الاحد 14/8 الايجار هيخلص يوم الاربعاء 17/8 يبقى كده كام يوم؟ اربع ايام اربع ايام اوكي طيب جميل جدا يبقى كده عملنا دي اكس بي كونفجريشن اهو والفيريفيكيشن هاي فانا ما كتبتلكش الاول هو امر واحد المهم على فكره اللي هو شو اي بي دي اتش دي بايندنج اللي هو بتاع الربط دوت وعندنا ربط دلوقتي فين في باكيت تريكس شو اي بي دي اتش دي بايندنج اللي هو الربط بايندنج يعني ربط وده هنشوفه مع بعض فين في باكيت تريكس. نيجي لتاني حاجه زي ما قلت لكم في ثلاث حاجات محتاج نعرفهم في دي اتش بي شو اي بي دي اتش سي بي بايندنج بس الكلمه كده كده بي اي ان دي اي ان دي تاني حاجة بقى هنعملها اسمها دي اتش سي بي ريلي. ريلي يعني ايه؟ توصيل. ريلي يعني توصيل. ريلي حاجة يعني تنقل حاجة. ايه الكلام ده؟ يعني مش هنا بقى ده اللي مهم جدا. طب مهم جدا ايه قدامك كتير. مهم ليه؟ لان في الحاله العمليه تاني قلنا سيسكو بتقول لك خلي السيرفر فين؟ مايكروسوفت ويندوز لينكس ابعد عن الراوتر. طب حلو جدا تعالى كده نتصور انا عملت زي ما مايكروسوفت بتقول رحت عامل كده
شبكه جميله كده اهو. اوكي بهذا ايه الشكل، سويتش واحد وسويتش اثنين وهنا سويتش كده. اوكي الطبقات بتاعتنا، وهنا في اجهزه، وهنا في ايه اجهزه كده موجوده البي سيز بتاعتي. وعملت هنا عندي في لانز 10 و20 و30 و40، عندي كام في لان؟ 4 في لان. ورحت حاطط سيرفر موجود اهو اسمه ايه؟ الدي اتش سي بي سيرفر. زي ما مكشوف تاني الراوتر اهو، ادي راوتر اهو، راوتر ومستك ملوش علاقه خالص بالايه؟ بان هو مش شغال بيشتري سيرفر اساسي. طب وبعدين ايه القصه؟ مش كده؟ السيرفر ده تبع انهي في لان من دول؟ مش انت وصله فتحه هنا في الاخر؟ الفتحه دي تبع ايه؟ لازم تبقى تبع واحده منهم، مش هو بياخد اي ادرس؟ تعال نقول انها تبع 10 مثلا. يبقى اذا لو في كمبيوتر هنا، بص حتى في السويتش ده تبع في لان 10، هيعرف ياخد اي ادرس من السيرفر عادي جدا. لكن لو في كمبيوتر هنا تبع في لان 30، بصوا جنبه ازاي؟ ولا هيعرف ياخد منه اي حاجه. ليه؟ مش اول رساله عندنا اللي انا بكتشف فيها سيرفر اسمها برودكاست. فلما 30 ده يبعت برودكاست، يا جماعه انا بدور على دي اتش بي سيرفر، هل الرساله هتوصل للراجل ده في 10؟ مستحيل. صح؟ فهي دي مشكلة. طب ايه الحل؟ والله عندك 4 بلاد، اعمل ايه؟ اشتري 4 سيرفرز بقى. اعمل سيرفر لكل بلاد. طبعا ده كلام عبط. انت اللي عندي 50 بلاد هجيب 50 سيرفر؟ مش للدرجة دي، احنا قلنا ريدندنسي اه بس ايه؟ ما هواش كده يعني. امال ايه الحل؟ الحل بسيط خالص، بسيط جدا. هو ده بقى وظيفة الراوتر. ايه هو الحل ده بقى؟ الريلي النقل اللي بنقول عليه ده. ان الراوتر بتاعنا هيبقى دوره غالبا في الحياة العملية في الدي اتش سي بي ان هو يريلي يعني ينقل ال دي اتش سي بي من في لان في لان او من سبنت لسبنت من غير ما الاجهزه تحس. يعني اخلي الاجهزه بتاعتي اللي في لان 10 و20 و30 و40 كل الاجهزه تقدر توصل للاي اي سيرفر. ازاي هذا الكلام؟ خلينا ناخد مثال ابسط، بلاش ده عشان ده راوتر ولا ستيك. خلينا ناخد مثال اهيب زي ما هو عامله على الايه السبوره بدل ما لخبطك. اوكي فالمثال اللي هيقف اللي هو عنده يكون عامل راوتر هنا كده مثلا وبتوصل بسويتش، وهنا في سويتش هنزود سويتش كمان يبقى سويتش 1 و 2 و 3 وهنا في بي سيز موجوده، بي سيز موجوده، بي سيز موجوده. ونحط السيرفر فين مثلا؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ اختيار صعب اصلا. دي اتش سي بي سيرفر هنحطه هنا. حلو كده؟ دي اللان بتاعتهم هتبقى 192 168 1 0، دي هتبقى 2 0، دي هتبقى 3 0. الراجل هنا واخد 3 1، هنا 2 1، هنا 1 1. سهل كده؟ السيرفر نفسه واخد الاي بي ادرس 192 168 2 مثلا 3 اثنين. حلو، رقم ظريف. 2 3 اثنين، ده الرقم بتاع السيرفر اللي هو ايه؟ الدي اتش سي بي بتاعته. زي ما قلنا ايه المشكله دلوقتي؟ ما فيهاش بقى في لانز ولا حاجه، ان الكمبيوتر ده والكمبيوتر ده هيعرفوا يوصلوا للسيرفر ده ولا لا؟ هيعرفوا يوصلوا له وياخدوا منه اي بي ادرس اللي هو بروبلم، لان هو معاهم في نفس الايه؟ السويتش. لكن لما يجي الكمبيوتر دوت يبعت رساله ويقول يا اولاد الحلال انا بدور على دي اتش سي بي سيرفر، هتوصل سويتش، سويتش هيبعتها كده، هيبعتها كده، هيبعتها كل الاجهزه اللي عنده عادي جدا. بس زي ما انتم عارفين الراوتر لما يجي له البرودكاست بيعمل فيه ايه؟ يوقفه ان هو يعدي يروح الناحيه الثانيه، مش ده الطبيعي ده وظيفته. جزء من شغله ان هو ما يعديش الايه؟ البرودكاست. وبالتالي الكمبيوترات كلها هنا والكمبيوترات كلها هنا عمرهم ما هياخدوا اي بادز، عمرهم ما هياخدوا ايه؟ اي بادز. واتس ذا سوليوشن؟ ايه بقى الحل بالنسبه لي؟ الخاصيه اللي اسمها دي اتش سي بي ريلي او التوصيل. بقى بسيط خالص، بتخش على الانترفيس في الراوتر، الانترفيس اللي فيها المشكله. طب الراوتر دوت هتبقى انهي الانترفيس اللي هخش عليها؟ اللي فيها مشكله، اللي مش عارفه تاخد اي بادز، هتبقى دي ودي. صح كده؟ يبقى الاثنين انترفيس اللي عندهم مشكله. واخش اكتب الايه؟ الكوماند ايه؟ 3 1 اه اخش اكتب الكوماند الهيلب دي ده. بص كده IP helper dash address الرقم المساعد 192.168.2.3 رقم مين ده؟ رقم السيرفر. ماشي هو ده بس كده كونفيجريشن مفيش تاني، بس لازم نفهم ايه اللي انا عملته ده، مش فاهم حاجه بالراحه خالص. لما تيجي دلوقتي المسج البرودكاست دي بدل ما الراوتر هنا يوقفها، اول ما تكتب له الامر ده يعمل ايه؟ يعديها. هنا اهو لو انا كتبته على الانترفيس دي هيبقى معديها هنا اهو كده. طيب ليه يعديها هنا اهو؟ عشان توصل للرقم ده. انا بقول له كده، بقول له لما يجي لك دي اتش سي بي برودكاست، برودكاست مسج
لما تيجي لحضرتك حولها الى يونيكاست تمام مسج موجهه الى الديستنيشن الديستنيشن اي بي اللي هو 192 168 2 3 اللي هي. يبقى انا بقوله هنا لما يجي لك برودكاست على الانترفيس ديت ابعتها للراجل ده. وبرضه لو رحت كتبت نفس الامر هنا هكتبه على الانترفيس دي او جاي له نفس الامر بالظبط. هو اي برودكاست هيجي له هنا بدل ما يوقف البرودكاست بتاع الاتش تي او جاي معدي ويوصلوا الاثنين لمين؟ للدي اتش تي بي سيرفر. يوصلوا لمين؟ للدي اتش تي بي سيرفر. وظيفته كده ايه؟ وسيط. فاهمني فكره وظيفته ايه؟ هو وسيط بياخد الدي اتش تي بي مسجز وينقلها للدي اتش تي بي سيرفر لان هي مش عارفه توصل لوحدها لان هي ايه؟ برودكاست. فانا بعدلها بخليها ايه؟ يونيكاست مسج موجهه الى الاي بي ادرس اللي انا كاتبه له او اللي انا قايله له 192 168 233 في المثال بتاع الراوتر. تمام؟ فاهمين الفكره ازاي؟ اذا هتيجي مسج للراوتر على الانترفيس دي اللي انا كاتبها هنا والمسج دي مش اي مسج لازم تكون دي اتش تي بي تمام؟ فمسج دي اتش تي بي دي جايه واخدها فاكيد اول مسج عندنا اللي هي بتبقى ايه؟ يعني الاربع خطوات هم دي او ار اي صح. المسج اللي هتوصل للراوتر الاول الديسكفر هي دي البرودكاست فيها مشكله هيقوم جاي واخدها ومعديها ورايحه لمين؟ للسيرفر. طبعا الراوتر بتاع السيرفر ما فيهوش مشاكل لانه يونيكاست صح؟ فهتوصل عادي. بعد كده الريكوست برضه هتبقى بعد برودكاست هتبقى معديها برضه بنفس الطريقه توصل للسيرفر برضه اخيرا اخر رد دوت يونيكاست ما فيهوش اي مشكله. تمام؟ مين الفكره؟ يبقى تدي له رساله بعد ما تكتب الامر ده بتقول له في الحقيقه الهيلبر اللي هو المساعد اللي هيساعدك لما يجي لك برودكاست هنا من انواع معينه مش كل البرودكاست واحد من الانواع دي هو الدي اتش بي لما يجي لك برودكاست من الدي اتش بي ابعته كده. طب ثانيه واحده هو هيعرف منين البرودكاست ده دي اتش بي؟ يبقى هيعرف منين ان البرودكاست مسج دي اتش بي؟ ها؟ عشان ما يبعتش حاجه ثانيه غلط يعني. البورت نمبر تمام لازم يخش جوه ويعرف البورت نمبر ما يخشش بالخلاصين مش هيحصل اي سي ان. قلنا لو عايز اعدي داتا معينه ولا ما اعديش ما هي نفس الفكره. طيب انا مش هعمل اي سي ان ولا حاجه. هو انت لما تكتب الامر ده هو لوحده هيعرف انت قصدك الدي اتش بي. حاضر هو عارف لوحده هو متبرمج ان الامر ده له علاقه بمين؟ بالدي اتش بي. طب الدي اتش بي رقمه كام؟ 67 و68 تمام. وفي المثال بتاعنا ده هيبقى 67 الرساله اللي هي 67 اللي هي رايحه من كلاينت للسيرفر. طيب ما حدش تاني جا في بالك سؤال تاني هنا؟ الاي سي ان مفيش اسئله خالص مش هتجيب اي اسئله دلوقتي. انا برضه وانا بعمل كونفجر للاي سي ان لازم احط ده تبع ان انا خليه يعدي او ما هو الديفولت هو بيعدي. لا يعني بص انت دلوقتي لو هنا هيعدي لو انت عامل اي سي ينزل على الانترفيس دي لازم تعمل بيرميت لاي حاجه هتعدي. فدي مسج ايه؟ دي اس بي. لو انت مش حاطط في الاخر بيرميت اي بي ان ان يبقى لازم تعديها صراحه. احنا قلنا في اثنين اسلوب مش لازم نتكلم في اسلوب ان انا اعمل بيرميت 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 واسيب الدراي ان اللي موجوده في الاخر كده كده تط. يا اما في ان انا اعمل ايه؟ ديلاي زي ما انا عايز وبعدين اعمل في الاخر بيرميت ايفري ثينج. صح؟ بس لازم اي بروتوكول هيعدي لو انت مطبق اي سي ال لازم تعمل في دماغك ان هو هيعدي لازم. تمام؟ فانت كده بالنسبه للانترفيس دي هيخش لها دي اتش بي ويعدي هنا لان الطبيعي خلي بالك لو احنا شغالين بالنظام العادي مش هيعدي اصلا الدي اتش بي ما بيعديش الدي اتش بي برودكاست اللي هيخليه يعدي فانت شايله من دماغك في الاي سي الات. لكن هنا بالطريقه دي طبعا لا ده هيعدي وده مهم جدا ان احنا نظبطه. تمام؟ طيب برضه في مشكله هنا يعني مفيش سؤال جه في دماغك يعني ماشي اوكي الرساله وصلت للسيرفر بتاع الجهاز دوت وهيدي له اي بي ادرس وبرضه الاجهزه ديت اللي في لان او السابنت 3 0 هياخدوا اي بي ادرس والسابنت 1 0 هياخدوا اي بي ادرس والسابنت 2 0 هياخدوا اي بي ادرس صح؟ طب في اكتر من سيرفر لا هو سيرفر واحد سيرفر ده مش طبعا ان كل لان ليها دي اتش بي كل في لان ليها دي اتش بي واحد اهو سيرفر واحد هنا بيغطي الكل دول بيغطيهم ثلاثه هو ازاي؟ فكر فيها كده. السيرفر ده دلوقتي لما يجي له طلب هيديك رقم منين؟ إيه؟ هو دلوقتي بيوزع في 2 0 وفي 1 0 وفي 3 0. فاهمين الفكره ازاي؟ انا دلوقتي عندي مجموعه ارقام عندي مثلا لو قلت له وزع من 2 1 ل 2 كام؟ لغايه مثلا كده 2 100. ووزع من 3 1 ل 3 100 بلاش 1 عشان 2 1 او من 2 2 ومن 3 2 ومن 1 2 لغايه برضه 1 100 يعني عنده شويه ارقام بيوزعها. هيدي مين لمين؟ يعني انا هنا الكمبيوتر ده طلع الكمبيوتر ده بعت دي اتش بي ديسكفر انا عايز اعد بس هيوصل الطلب ولا لا؟ هيوصل هيدي له رقم. اي رقم بقى في دول؟ طب الكمبيوتر ده بعت
الدي اتش بي هنا الريلي دوت وصل له الطلب للسيرفر لا وصله الكمبيوتر هنا بعت السيرفر هيوصله لا هيوصله يبقى اذا وصل له السيرفر ده ثلاث طلبات واحد من الكمبيوتر ده واحد من الكمبيوتر ده واحد من الكمبيوتر اللي معاه في نفس الشبكه صح يبقى اذا على ايدهم ازاي على بعض مش السورس ولا لا ولا مصر وفي رساله بيبقى فيها مصر رساله ما فيهاش مصر هنا لازم هنفهم حاجه ان مش مجرد انا بعديه وخلاص كراوتر مش دوري اني اعديه وخلاص هزود جوه الرساله بتاعت الدي اتش بي مش كنا كان لسه فاحصين الرساله بتاعتنا جواها كذا حاجات غريبه كده كلاينت ادرس جيت واي ادرس ماي ادرس والكلام ده كله هزود جوه الرساله حاجه جديده تمام اسمها دي اتش بي ريلاي ايجنت ادرس فهزوده جوه المسج بتاع الدي اتش بي نفسها فانت هنا استلمتها على مين؟ على 1-1 وهتقوم جاي باعتها هتحط جوه الريلي ايجنت مين؟ 1-1 هنا استلمتها على كام؟ 3-1 هتحط جوه مش تاج يعني بتزود في المسج جوه المسج اس بي هو جاي مزود جوه ان الريلي ايجنت يعني اللي وصلها لك مين؟ 3-1 طب فكر فيها كده لما يجي لك الطلب هنا ويقول لك اللي وصلها لك الرقم كام؟ 3-1 ده الوسيط اللي وصلها لي يبقى اديك في انهي رينج من دول انا؟ من الرينج بتاع الثلاثة صح؟ لا اللي وصلها لك 1-1 يبقى اديك في انهي رينج انا هنا؟ من الرينج بتاع الواحد صح ولا مش صح؟ اوكي يبقى دي نقطة مهمة ان مش مجرد بياخد الرسالة من برودكاست ويحولها ليونيكاست وبس وانتهى الموضوع على ذلك لا في شغل بيتم في الخلفية ان هو الدي اتش بي ريلاي ديت بيأد فيلد او حقل موجود يعني في المسج بيحط فيه رقم الرقم ده يبقى رقم الانترفيس اللي هي استقبلت الايه؟ الدي اتش بي مسج تمام؟ إذا في المثال بتاعه هنا دوت بي سي واحد بعت دي اتش سي بي ديسكفر بيدور السويتش هيوزعها في كل حته هيوزعها في كل حته لغايه لما يوصل للراوتر نفسه والراوتر الطبيعي بيقول له سوري اي كانت فورورد اني برودكاست بيوند نتورك مش هعمل لك حاجه هيرميه وبالتالي الكمبيوتر ده ايه؟ عمره ما هياخد رقم دي النتيجه بتاعتنا في الاخر لو ما فيش الموضوع الريلاي ايه وطبعا تلاقيه بص ما فيش اي بي ادرس اصلا موجود عندنا لكن اول ما اخش على الانترفيس اي انترفيس الناس بتلخبط لا مش الانترفيس اللي فيها السيرفر الانترفيس اللي عندها المشكله فين الانترفيس اللي عندها المشكله اللي هي مش عارفه تاخد اي بي ادرس بتاعتها فاقوم جاي كاتب اي بي هيلبر ادرس واحط رقم هنا ايه السيرفر وفي الحقيقه بيظهر في نفس الامر في نفس المكان اللي فيه اي سي ال قلنا ان انا عايز اعرف الاي سي ال كنت بستخدم امر شو اي بي انترفيس بيطلع لك هنا تحت دخل على طول في الحقيقه بتلاقي الايه الانباوند اكسس ليست والاوت باوند اكسس ليست فهو موجود برضه معايا بالتالي بيظهر هنا ايه الهيلبر ادريس لو انت عامل كونفيجر للهيلبر ادريس بعد كده لما بتقول له اي بي كونفيج سلاش رينيو يعني جدد تمام هو بيخليه يحول مره ثانيه في الحقيقه لانه هنا اصلا فشل مش واخد اي ارقام هتلاقيه خد اي بي ادريس بدون اي مشاكل ملاحظه اخيره الهيلبر ادريس ده مش بيعدي بس الدي اتش سي بي في الحقيقه بيعدي كل دول فين القائمه اللي على اليمين دي المختار بالنقص بيعدي التايم حاجه اسمها التايم بروتوكول جبنا سيرته قبل كده نتورك تايم بروتوكول بيعدي حاجه اسمها تكاكس بيعدي دي ان اس بيعدي الاثنين بتوع دي اتش بي بيعدي تي اف تي بي بيعدي الاثنين بتوع نت بايس كل البودكاست دي هتعدي وتروح لهذا الرقم عشان تبقى عارف بس مش عارف تمام مش بس الدي اتش بي برودكاست بس احنا ما بنحتاجوش غير في الايه في الدي اتش بي الحقيقه الباقيين دول ما لهمش لازمه قوي يعني بالنسبه لنا وطبعا زي اي حاجه في كوبانس تلغيهم يعني لو عايز ما تخلوش يعدي البودكاست دي ممكن لكن احنا مالناش دعوه دي بره نطاق الكورس بتاعنا. اوكي هنشوف اخيرا وليس اخيرا افرض عايز اكونفجر الراوتر بتاعي ان هو يبقى دي اتش بي كلاينت. كلاينت؟ يس مش سيرفر. زي في المثال ده ده راوتر في البيت اللي هو سوهو او في السمول اوفيس فاكرين سمول اوفيس هوم اوفيس متوصل بمين بالانترنت فالطبيعي لو تخش على انترفيس جي 0 سلاش 1 ولا حتى انترفيس 0 0 0 اي انترفيس اللي هي رايحه للنت يعني وتقول له ايه؟ اي بي ادرس كذا كذا ما انا معيش اي بي ادرس شركه النت هي اللي تديني الاي بي ادرس بص هنقول له ايه؟ اي بي ادرس دي اتش سي بي اول مره نشوفه بقى يا احمد
هتخش على الانترفيس وتقول له اي بي ادرس دي اف سي بي. ايه اللي هيحصل؟ الانترفيس دي زيها زي اي لعبه مش هنقعد دلوقتي. هتبدا تبعت ايه؟ ديسكفر ويجي لها اوفر وتبعت ريكويست ويجي لها اكنولج وتاخد رقم زيها زي اي حد من مين؟ من الاي اس بي. تمام؟ الانترفيس نفسها بتاعت الراوتر هناخد منها تخليها كلاينت وتاخد اي بي ادرس من مين؟ من الاي اس بي. وتاخد رقم اهو زي كده ده الاي بي ادرس اي بتاعي كان يقول لك ادرس ديفلوبمنت باي اي باي دي اتش سي بي. حاجه عارفه جدا. طبعا لو في البيت عندك بقى راوتر في البيت وجايب لك صوره هنا مش هشوفه بس مثلا لو عندك راوتر زي دي لايك او لينك سيستم مثلا او وات ايفر بتلاقي اصلا ان انت كده كده بتاخد الاي بي ادرس بتاعك بيبقى ايه اوتوماتيك. بس يعني الاي بي ادرس بتاعك بتاع الانترنت احنا لما بنسال قبل كده بنقول له وات از ماي اي ماي اي بي بيطلع لنا جانا من الاي بي ادرس دوت عن طريق دي اتش سي بي. ادي بقى الباكت تريسر الجميل اللي هنجمع فيه كل اللي احنا خدناه. ازاي؟ هنعمل بول ونوزع منه ارقام، هنعمل اثنين بول مره واحده مش بول واحد، هنعمل ريلي لان البولز بتاعتنا بعاد في السيرفر اللي هو فيه البول دوت بعيد عن الشبكه اللي موجوده، واخيرا هنعمل كمان الايه؟ الكلاينت، وعامل ديزاين في الحقيقه حلو جدا عشان تشوف فيه الثلاث حاجات مره واحده. اذا لو بصينا هنا، اوكي؟ خلي بالك مفيش هنا دي اتش سي سيرفر، نزوم ان شويه. ايه اللي هيحصل كالاتي؟ R2 دوت هو اللي هيبقى DHCP server عندي for 10 0 and 30 0 اللي هما مين؟ اللي هما دول 10 0 هنا و 30 0 هنا. اذا الكمبيوتر دوت بي سي 1 هياخد الاي بي ادرس بتاعه منين؟ من R2. والكمبيوتر دوت بي سي 2 هياخد الاي بي ادرس بتاعه منين؟ من R2. هو ده السيرفر بتاعي. يبقى عامل كام بول كده عند R2؟ 2 بول. بس المشكله في ايه؟ ان بي سي 1 دلوقتي بعد ما اعمل البول مش هيعرف ياخد اي بي ادرس ولا بي سي 2 هيعرف ياخد اي بي ادرس. ليه؟ ده بعيد عنه صح؟ ده في شبكه ثانيه يعتبر راوتر 2 في شبكه ثانيه بالنسبه لده وراوتر 2 يعتبر في شبكه ثانيه بالنسبه لده. يبقى اذا ار 1 هنكونفجر كايه بقى؟ كريلي ايجنت دي اتش سي بي ريلي ايجنت وار 3 برضه هيبقى ايه؟ دي اتش سي بي ريلي ايجنت. هقول له الانترفيس دي هنا كده بالذات لما تستقبل دي اتش سي بي اللي هو اقول له كده اقول له اي بي هيلبر ادرس واكتب له رقم مين؟ والانترفيس دي برضه بالذات اللي هي دي اللي تحت دي كده اهو هقول له اي بي هيبر ادرس واكتب له رقم مين؟ برضه ار كده بقى ظبطنا الدي اتش بي سيرفر اثنين سيرفر في الحقيقه اثنين بول وظبطنا الاثنين برضه دول هم ريلاي. فاضل لنا بقى الانترفيس الحمراء دي لو شايفين متوصله بمين؟ بالانترنت. دي هتاخد اي بي ادرس ايه؟ دايناميك عن طريق ان انا اقول له كوماند اي بي ادرس دي اتش بي. تعالوا نشوف كل ده. هنعمل اول حاجه البول على ار 2. لاحظ ان الاس بي اف قصدي ايه اجر بي شغال يعني في قصدي ان انا بقوله هنا شو اي بي راوت النتوركس البعيده عني معروفه شايفين حرف التي دوت ان هو ايه اجر بي لسه ما دخلوش لكن يعني في دايناميك راوت شغال. وبعدين نبدا نكونفجر اول خطوه كونفجر دي اتش تي بي اكتب ايه؟ البول اكسكلودد لازم اعمل الاول اللي ما يتوزعش. طب انا عندي شبكه 10 دي لو اقول له مثلا ما توزعش 198 168 10 1 ما توزعش 192 مثلا من 10 100 لمثلا 192 168 10 200 مثلا. دي الارقام اللي انت ايه؟ ما توزعهاش. نفس الفكره بالظبط هتبقى في 11 اقول له ما توزعش 11 1 وما توزعش 11 مثلا من 150 ل 192 168 11 170 كده اقول بره الموضوع مش هيتوزع. بعد كده اروح اعمل البول نفسه بقى اقول له اي بي دي اتش سي بي بول ونسمي الاولاني لان 10 اساسا هي ضد 10 يعني فنسميها لان كده 10 على طول وهقول له نتورك 192.168.10.0 وبعدين 255 255 255 0 الماسك بتاعها هقول له ديفولت راوتر الراوتر بتاعها 192 192 10 1 هقول له دي ان اس سيرفر بس ما اعرفش رقمه هو في دي ان اس سيرفر هنا خلينا نجيب رقمه اوكي ده دي ان اس سيرفر ايه بتاعنا لو بصيتش تلاقي في عوامل ثانيه غير ايه مفيش نتورك عملناها وديفولت راوتر ودي ان اس سيرفر الاوبشن دوت موجود لعبود حاجه مخصوصه هم سايبينه لكن بقيه العوامل طبعا مش متاحه خلصت كده اول بول نخش على ثاني بول اي بي برضه دي اتش سي بي بول فهنسميه لان كان 30 لو الناحيه الثانيه اول حاجه نتورك 192.168.68.30.0 255 255 255 0 ايه كمان؟ ديفولت راوتر
1.0.68.31 with a DNS server for M2 trade. Oh, that's not. خلاص كده خلاص ركبني. بس لو رحت تست دلوقتي ازاي؟ بروح لبي سي واحد ديسك توب اي بي كونفيجريشن وبعدين انا متعود بكتب هنا ارقام اقول له ايه؟ دي ار سي بي. هيبدا يبعت الرساله بتاعت الدي ار سي بي ديسكفر اللي هو بيطلب فيها الاي بي ادريس. ها ايه اللي حصل؟ بصوا بينا دي ار سي بي فيلد ابيبا از بينج يوزد اللي هو اللينك لوكال ادريس. خدت 169 بدل 54 اي رقم عشوائي اللي هو 20 كام؟ 100. ليه ده حصل؟ لانه بعت هنا رساله ديسكفر للسويتش، السويتش ما عندوش اصلا حاجه غير الراوتر هيبعتها للراوتر، الراوتر هيعمل ايه؟ مش عايز بقى برودكاست بيعدي. صح؟ يبقى اذا عشان اوصل هنا لار 2 لازم اخش لار 1 واقول له الاي بي ادرس بتاع ار 2 كايه؟ كهيلتر ادرس. تمام؟ طيب اخش على ار 1 يعني سوري انا عايز سي ال اي 1 سي ال اي اهو انيبل وهنقول له كونفجر تيرمينال interface G0/0 IP helper address وبعدين نحط الرقم بتاع السيرفر هو 2112 انا غشيت جبته من فوق هنا شايفين قال لي ايه في الوست برسنت رياجن انا ما خدناش اي رياجن بس خدنا وست بيرف مش بنظهر رساله زي دي كده الجار بتاعي مين 2112 فاذا هو رقمه الناحيه الثانيه 2112 فكده قلت له كده اي بي ادرس طب تعالى كده نجرب دلوقتي ايه اللي حصل عند بي سي 1 تقول لي ده لسه زي ما هو انت لازم تجدده يعني ايه؟ يا عم اخش هنا في الكوماند برومبت واقعد اقول له كده اهو اي بي كونفيج سلاش ريليس وده معناها اطلق صلاح الرقم ده بيمسح كل الارقام اللي عندك ريليس يبقى جاي ماسح كل حاجه وبعدين لو جاي قايل له رينيو يعني ابتدي بقى جدد من اول وجديد تمام وهنا بقى بيحارب واو نجح وصلت ازاي؟ 198 198 10 2 سلاش 24 ديفولت جيت واي 10 1 دي ال سيرفر 20 متر مش هي دي الارقام اللي انا كتبتها خد ايه اول رقم 10 2 انا قلت له واحد ما توزعوش صح اداله رقم 10 2 بسيطه خالص وسهله جدا خد الاي بي ادرس بتاعي لاحظ الامر ده عشان الناس كنت بتحبها اي بي كونفيج سلاش ريليس شفت اللي حصل لما كتبت ريليس ايه ده؟ صفر كل حاجه حتى لو انت واخد رقم لان انا طبعا ما كناش واخدين رقم واخد رقم مش واخد رقم طيب كل حاجه وبعدين رينيو راح ايه؟ ابتدى من اول جديد بحاول ياخد ايه؟ رقم من اول جديد، خد رقم من الثلاثه الاربع خطوات. طيب عشان نحل نفس المشكله بي سي 2 طبعا حاليا تاني برضه لو عملت له كده دي ار سي بي هيفشل هتصبر عليه شويه بريكوست بريكوست لغايه لما ييأس ويقوم جاي نفسه ايه؟ ابيبا ليه؟ او ابيبا هو حصل عشان خاطر ار 3 مش كونفيجرد عليه زي ما عملنا الناحيه الثانيه فهقول كده اهو كونفيجر تيرمينال وانترفيس جي 0/0 اي بي هيلبر ادرس هيلبر وبعدين الرقم برضه هنمشي من فوق 10 كام؟ اي بي هيلبر 10 10.2.2.2 على فكره ممكن استخدم اي رقم للراوتر يعني ممكن استخدم اي رقم للارقام بتاعته في الفكره يعني ممكن استخدم الرقم ده الرقم ده اي رقم طب هيعرف يوصل له مش في راوتنج شغال هيعرف يوصل حتى لو عامل لوك باك تقدر اي رقم مش مشاكل بس انا بستسهل بس يعني رقم من فوق الشكل ناحيه ثانيه كان اي رقم هينفع لان الرقم ده بالنسبه له هيروح لار 2 هيروح لار 2 طيب اذا هنا دلوقتي لما توصل الرساله لهذا الراجل الرساله برودكاست هيبقى جاي محولها هنا بس انا عايز اوريها لكم بقى فبص هنعمل كده وهنشوف الدي اتش سي بي دلوقتي وهخش على بي سي 2 ونعمل ايه ستاتيك ونقول له دي اتش سي بي اوريدي كان خد الرقم بس احنا ايه هنشوف لو هو اوكي الدي اتش سي بي بص كده ادي المسج بتاع الدي اتش سي بي طلع ايه؟ ديستنيشن باك ادرس اف 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 ال بس لا مش هي دي مش هتبقى تايب ستامب هو احنا خد كده استاتيك نغير الوقت شويه حاول تاني نشوف هتيجي ولا هتيجي نعمل ريسيت هو كده صح. طيب ليه صح؟ ان انا ببص هنا على السورس سايت ادريس شايفينه اربع اصفار، يعني معايا رقم طب انا بقول لك هنا الباكت بتاعتي السورس كام؟ اربع اصفار، معيش اي ادريس. الديستنيشن 255 255 255 يو دي بي مسج جوه بصوا بورت كام؟ 67 الديستنيشن اللي انا رحت لها وبعدين جوه المسج كلها ايه؟ اصفار ما عدا الماك ادريس بتاعي حاطه هنا.
بعد اي مكان تستعين هتلاقيه متكرر هناك كمان دي سبي كلاينت اند فايل هو هو نفس الكلام. طيب انا عايزك تتابع ورا المسج دي اللي هي برودكاست فبتوصل للسويتش، السويتش طبعا ما عندوش اجهزه كتير يعني بس هيوزعها هيوصلها لمين؟ للراوتر. بص بقى دلوقتي في الراوتر ايه اللي هيحصل؟ ادي فريم وهي داخله اوكي وادي المعلومات شايفين صفار 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 باك امبس صح كده؟ حتى لو مش فاهمين حاجه بصوا وهي طالعه بقى ايه اللي هيحصل؟ صفار 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 في حاجه ما بقتش صفار. ريلي ايجنت ادريس 192 168 30 1 اللي قلت لك عليه لو قبل ما يطلعها ويعديها ويوصلها لار 2 كمسج يونيكاست خلي بالك دي بقت يونيكاست خلاص رايحه ل 10 3 3 ايه بيحط الريلي ايجنت ادريس اللي هو استلم عليه انا استلمت المسج دي من الانترفيس كام؟ 30 1 صح؟ فرحت حطيته جوه الرساله اهي. اذا عشان كده بص بقى دلوقتي لما توصل لار 2 الرساله دي ويفتحها كسيرفر يعني بص هنا الرساله هتوصل يقول لك ذا باكيت دي اتش سي بي باكيت دي اتش سي بي سيرفر ريسيف دي اتش سي بي ديسكفر باكيت DHCP does not have an existing binding for the source. بيدور على البول finds the next available address in the pool تمام؟ constructs a DHCP offer package to pretends بما هيستلمها خلاص وهيجهز offer اهو قال لي الاوفر بتاعه وهو طالع من عنده لو فتحناه الاوفر وهو طالع هتلاقي جوه مديك الدومين نيم سيرفر شايفين مديك الايه؟ الاي بي ادرس بتاعك اهو مديك الايه تاني فين الجيت واي الجيت واي المفروض في جيت واي كمان هنا بس هو مش حاطينه اوكي الجيت واي اي بي ادرس بتاعك لغايه لما الرساله دي توصل هنا اهو دي كده الاوفر هتوصل لده هيلاقي بعد تاني هو الريكوست برضه هيحصل لها التحويل بتاعها واخيرا دي الاكنولج واول ما توصل لبي سي 2 اخر خطوه اهي لو دخلنا دلوقتي بعد بي سي 2 شايفين بقى عنده اي بي ادرس ولا لا عنده اي بي ادرس وصعب الباسك والديفولت جيت واي وكل حاجه واضح يبقى اذا كده احنا سكسسفولي كونفيجر الدي اتش سي بي كسيرفر على الراوتر وكمان كونفيجر الايه الدي اتش سي بي للاي اجنت في اي مشاكل؟ مفهوم؟ اخر خطوه طبعا خطوه عايفه جدا الانترفيس ديت اللي هي عند ار 2 اللي مش شغاله اوكي عشان نشوفهم انا قلت له شو اي بي انترفيس بريف الانترفيس اللي مقفوله هي مين جي 0 تشويحي فهنروح الانترفيس جي 0 تشويحي اقول له اي بي ادرس دي اتش سي بي بدل ما بيكتب اي بي ادرس اول مره بيكتب حاجه زي كده دي اتش سي بي وبعدين اقول له نو شت داون تمام هيبدا بقى هو في الخطوات بتاعته يبدا يبعت هنا للانترنت طبعا المفروض شركه النت موجوده تدي له رقم هتجري الوقت شويه اوكي وبعدين تمام هتلاقي في الرساله دي طبعا دي اتش سي بي ادرس اساين انترفيس جي 0 سلاش 1 خلت الدي اتش سي بي ادرس 2965 كذا 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 الماسك بتاعها كذا 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 والمعد اكيد طبعا لو قلت له دلوقتي دو شو اي بي انترفيس بريف شايفين خليته اهي ولا لا؟ 2965 231 بس الغريب بقى ان بدل الميثود احنا دايما متعودين مانيوال او اد سيت هتلاقي الميثود هنا ايه؟ طريقه في الثلاث ايرس بس كده خلصنا الـ HTTP فيرجن 4 كونفجريشن بكل الطرق الثلاث طرق كالعاده زي ما فهمنا كل حاجه نظري وفهمنا العملي او طبقنا العملي فاضل لنا ايه اخر حاجه؟ ترابل شوتنج ايه الترابل شوتنج تاسكس بتاعتنا في الـ DHCP؟ اول واحده وبتحصل للاسف كتير اللي هي تاسك نمبر 1 ريزولف ادرس كونفليكتس ايه الكونفليكت دي خناق في جهازين في الاخر خدوا نفس الرقم طب قولوا لي انتوا ازاي ده هيحصل ازاي جهازين جهازين ياخدوا نفس الرقم ملهاش حل تاني واحد ستاتيك واحد دايناميك واحد انت اديته الاي بي ادرس مثلا 192.168.1.5 وقايل للسيرفر ان هو يوزعها انت اللي غلطان يا اما تقول السيرفر ما يوزعش خمسه يا تدي الجهاز اللي انت اديته الستاتيك دوت رقم غير خمسه. تمام يبقى دي اول مشكله ممكن تحصل. طب ممكن تحصل ازاي من غير كده؟ يعني مش انت عامل ستاتيك ولا حاجه. الاثنين دايناميك والاثنين ياخدوا نفس الرقم. ازاي؟ لا وان دي اتش سي سيرفر. وبرضه لو وان دي اتش سي سيرفر مسؤوليتك ان انت توزعي الارقام فيهم بحيث ان هم ما يخشوش في بعض. لو واحد يعني اول سيرفر تقول له وزع الارقام من 1 ل 100 ثاني واحد تقول له 101 ل 200 واحد وقع حصل اميبا واحد خد منه ايه اللي جاب اميبا في واحد؟ ما خد الرقم من بنتكلم على رقم عادي مش رقم عادي رقمين واخدين نفس الرقم اي بي ادرس واخدين نفس الرقم نفس الرقم رقم اللي هو دايناميك ايه السيناريو اللي ممكن ده يحصل فيه؟ بس نرجع بقى خالص يعني بودكاست بسيط انا الجهاز الاولاني بعت اطلب من ديرسي سيرفر رقم اداني رقم دوت 5 مثلا وبعدين ايه اللي حصل؟ الرقم ده له فتره ايجار معايا لمده قد ايه؟
24 ساعه بس. ايه اللي حصل؟ الدي اتش بي سيرفر اللي هو الراوتر في المثال بتاعي اتطفى او اتعمل له ريلود. اتطفى او اتعمل له ريلود. فلما عاد التحميل بتاعه جهاز تاني عادي ابن حلال مفيش اي مشكله. قال انا عايز اي بي ابس، الجهاز ده ما كانش شغال في المره الاوليه، اشتغل في المره الثانيه. فقال له انا عايز اي بي ابس. راح اداله دوت 5. فمين اللي حصل؟ انا اتصلت بالسيرفر اداني رقم دوت 5. المشكلة أنا ما اتفقتش، أنا شغال عادي كله تمام وعارف إن الرقم ده بتاعي. السيرفر هو اللي حصل فيه مشكلة واتطفى واتعمل له ريستارت أو ريلود. عمل له ريستارت أو إيه أو ريلود. يبقى لما هو يتعمل له ريلود هيعرف إن هو كان مديني رقم 5؟ ما يعرفش. فلما يجي حد يطلب منه هيبقى مديله 5 عادي جدا. كده بقى في عندك رقمين في الشبكة جاهزين عندهم نفس الرقم. تلاقي ويندوز طلع لك رسالة كده ويندوز ديكتد أي بي أدرس كونفليكت تمام وتتحل. تتحل ازاي؟ في الحقيقه انت هم الاجهزه اللي بيكتشفوا ويندوز بيكتشفوا كده بتقفل بس الرساله دي هيبعتوا يطلبوا رقم جديد بمين؟ بالسيرفر. واحد منهم هيبعتوا يطلبوا رقم جديد بالسيرفر. بس دي مشكله طبعا عبيطه جدا ان هي تحصل، بس ممكن تحصل ولها حل. بس يعني حل الفاظ مش عندنا، يعني في حل ان انا الجدول اللي قلت عليه اسمه البايننج، قلت لك احنا مش فاهمين مش خليه وراه لكم. مش لو اقدر اوزع ارقام دلوقتي يبقى اذا المفروض ان انا لو خرجت ورا دلوقتي وقلت لهم شو اي بي دي اتش سي بي بايندنج طلع لك الجدول الجميل شايفينه؟ اللايك ادرس 10 2 وزعته للباك ادرس ده. اما اللايك ادرس 30 2 اللي هو في بول تاني خالص وزعته للباك ادرس ده. شايفين جدول الربط ده؟ هي المشكله كلها ان لو عملت ريلود دلوقتي الجدول ده موجود؟ لا مش موجود. في طريقه ده ما بقاش علينا في مستوى سي سي بي، بس في طريقه نخليه سيف الجدول ده. خليه اعمل له سيف. سيف ايه؟ رابط لا مش رابط كونفجريشن، هيتسيف كملف كده مخصوص في الفلاش مثلا. او لو هو كبير قوي ممكن اسيبه بره الجهاز على تي اف تي بي سيرفر، كيلو تي اف تي بي سيرفر. اذا ممكن اسيبه كل فتره يعني كل خمس دقائق او اعمل له سيف ولا حاجه. طيب الحاله ديت لو حتى عملت ريستارت هيرجع تبقى عارف كل الارقام اللي انت وزعتها حتى بعد ما تكون عملت ريستارت، لو انت عامل له سيف لهذا الكلام. فدي اول مشكله ممكن تحصل اللي هي دي الادرس كونفليكت. في امر مخصوص ليها اسمه شو اي بي دي اتش سي بي كونفليكت، مش اعتقدش ان هو شغال هنا بس خلينا نجربه. شو اي بي دي اتش سي بي كونفليكت ده موجود كويس. بتلاقي بيقول لك الاي بي ادرس والديتكشن ميثود والديتكشن تايم. ايه اللي حصل هنا؟ لو انا اكتشفت ان في حد واخد رقم معين انا المفروض بوزعه، بيقول لك بكتشفه ازاي؟ عن طريق ان انا بعمل بينج. اللي هي كانت ظهرت رساله فوق هنا كده احنا عديناها، انا عديتها من ساعتها بس. دي اس بي ادرس كونفليكت سيرفر بينج 301 سيرفر بينج 301. طبعا لما احنا قلنا له هنا فوق الاكسكلودد ادريسز، قلت له احنا قلنا له 30 واحد ما يوزعوش صح؟ لا الحقيقه انا غلطت بس انتوا ما حدش لاحظ. انا قلت له ما توزعش من 10 واحد و10 100 و10 200 و11 واحد و11 150، ما قلتلوش 30 خالص. انا غلطت فاهم؟ المفروض اقول له اكسكلودد ادريس ما توزعش رقم كام؟ 30 واحد. ورغم كده ابن لذين عمل ايه؟ اكتشف ان 30 واحد موجود ولا لا؟ ومسجلها لك عنده لغايه دلوقتي، بيقول لك انا اكتشفت ان في جهاز رقم 30 واحد. عشان كده الجهاز لما جاي ياخد الداله 30 2 ما ادالوش 30 واحد. طب ازاي؟ بيعمل ايه؟ في الحقيقه في خاصيه جميله جدا انك بعد ما بتكتب الامر بتاع النتورك ده، اهو مش ده النتورك 30 0 و سلاش 14 وتدوس انتر كده بقول له خد وزع الارقام من كام لكام؟ واحد من 30 واحد ل 254 من 254 يعمل ايه؟ يمسك ال 254 رقم ويعمل بينج على كل واحد. هيمسك ال 254 رقم ويعمل بينج على كل واحد. المفروض ان ما حدش يرد عليه ولا لا؟ المفروض هنا طبعا اللي حصل ايه زي ما شفتم عليها حاجه بسيطه، رد عليه. عمل بينج على رقم منهم وراح رد عليه ولا لا؟ رد عليه. فيقول لك خلاص ده بره اللعبه، بس ده فيه مشكله. ده فيه مشكله عشان انت ما قلتليش ان انت المفروض ما توزعوش. لو كنت مثلا ايه ما توزعش ارقام الواحد ب 100، ماشي اللي عنده الارقام من 101 ل 254 برضه هيبدا يبينج على 101 102 لغايه 204. اوكي يبقى اذا هنا الراوتر بتاعي ممكن يكتشف ان حصل كونفليكت في هذا الكوماند اللي هو اسمه شو اي بي دي اتش سي بي كونفليكت، ويطبع له يقول لك كده بينج ان هو جاله بينج او هو سوري عمل بينج على الرقم دوت، لا حد رد عليه والمفروض ان محدش يرد عليه. انا ما وزعتوش، مش الرقم دي اللي بوزعها، ازاي ده عمل بينج ولا حد يرد عليه؟ تمام. في طريقه ثانيه اسمها جراتويتس ارك، ان هو يجي لك مسج ارك من جهاز بتسال
على باك ادرس معين، وجوه الرساله دي مكتوب الاي بي ادرس والماك بتاع الجهاز، فتلاقيها مختلفه عن اللي عندك في الجدول. انت عندك جدول جميل هنا اهو تحت في ار2 اهو في الجدول ده جدول. اذا لو جات رساله من الماك ادرس ده مثلا بتقول لي انا رقمي 10 من 5، فمين الفكره ايه اللي حاصل؟ او لا مش هيحصل كده سوري، هتجي لي ماك ادرس تاني غير ده بس رقمه برضه كام؟ 10 2، هيقول انا 10 2 الماك ادرس بتاعي كذا، وبالتالي طبعا دي هتبقى ايه؟ غلط. دي كده هتبقى عندك مشكله، في جهازين واخدين نفس الماك نفس الاي ادرس، جهازين بماك ادرس مختلف واخدين ايه؟ نفس. فدي طريقه ثانيه ممكن نكتشف بيها الكوبي. اذا يعني الراوتر بتاعنا زي شويه ممكن نكتشف التاسك الاوليه ديت اللي هي الاي بي ادرس كونفليكت واحد. التاسك الثانيه فيريفاي فيزيكال كونكتيفيتي، دي بقى اللي هي المشكله. لو انا اصلا الجهاز مش عارف ياخد رقم، يعني انا عندي جهاز في الشبكه بتاعتي ومظبطه دي اتش تي بي ومش عارف ياخد رقم، اول حاجه بقول لك هل في الفيزيكال انترفيس شغاله من ناحيتين ولا لا؟ الانترفيس بتاعتي يعني الكاب بتاعه هو شغال، الفتحه بتاعته شغاله، في السويتش شغاله، في الراوتر اللي هو بتاع الادمنشن سيرفر شغاله. تيست كونكتيفيتي اخر التاسك رقم ثلاثه يوزنج استاتيك اي بابس، يعني انا مش عارف هي مشكله في الجهاز دوت او مشكله في الدي اتش تي بي ولا ايه؟ اعمل ايه؟ وقف الدي اتش تي بي اشتغل استاتيك. شوف هيشتغل ولا لا. يعني مثلا في المثال بتاعنا دوت هنا لو دوت البي سي بتاعي اللي هو بي سي 1 وجيت اديله كده دي اتش بي وما خدش طلع جديده زي ما كان حاصل. طب يا ترى لو انا هنا رحت كاتب رقم كده اهو مثلا 192 انا عارف ان هو في 10 دوت مثلا 10 دوت 11 مثلا اوكي واديته رقم كده وبعدين عملت بينج من هنا قلت له مثلا اعمل لي بينج على 192 168 10 1 شغال ولا مش شغال؟ اذا لما اديته اي بي ادريس ستاتيك اشتغل يبقى العيب فين؟ في الدي اتش سي العيب فين؟ في الدي اتش سي هو انت اديته ستاتيك اشتغل ولا اديته ستاتيك وبرضه ما اشتغلش يبقى العيب في الجهاز دوت او حاجه خاصه ليها علاقه بالجهاز ده جهاز او علاقه بالجهاز يعني ايه علاقه بالجهاز ممكن الفتحه بتاعته مثلا في السويتش ممكن تكون مثلا الفتحه بتاعته في السويتش عشان كده بنخش على الخطوه الرابعه لو حسيت ان هو برضه لسه في مشكله تقول له سويتش بورت كونفجريشن زي ما انتم عارفين البورت بتاعتنا مهمه جدا ان هي تكون شغاله الريموت بتاعها يكون اكسس بدل ما هي رايحه الكمبيوتر وانها تكون في الفي لان الصح فلو انت كنت حاطه مثلا في الفي لان الغلط هتبقى ايه مشكله بالنسبه لك خالص اوكي؟ ايه تاني؟ اخر حاجه تيست رقم 5 تيست دي اتش بي فيرجن 4 اوبريشن اون ذا سيم سبنت اور في لان يعني بنتكلم طبعا هو مفيش هنا بس لو افترضنا في جهاز تاني هنا متوصل في سويتش هل الجهاز اللي من تاني متوصل في سويتش ده شغال ولا عنده نفس المشكله؟ يعني مثلا انا السويتش بتاعي ده فيه 24 حاجه في 20 جهاز متوصلين هل ال 20 جهاز مش عارفين ياخدوا دي اتش بي اي بي ادرس ولا واحد بس من ال 20؟ لان لو ال 20 دي مشكله ولو واحد دي مشكله ثانيه فانا بحاول اعزل المشكله شويه بتاعتي افكر فيها بطريقه اكتر فاشوف يا ترى المشكله في كل السبنت او في كل الفيلان دي ماشي يبقى في حاجه لها علاقه بالايه؟ بالفيلان او بالسبنت دي نفسها لو في مشكله في جهاز واحد يبقى حاجه لها علاقه بالجهاز دوت اتاكد تاني من الجهاز دوت مشكلته ايه؟ واضح الفكره؟ فدي الترابل شوتنج تاسك بتاعت ايه دي اتش بي انا عارف ان هي غريبه شويه لكن ايه برضه لازم تعرفها ولو عمل الفيريفيكيشن بتاعت بقى احنا اوريدي شفنا بتاعت البول هنا بيوريني بقى بتاعت الهيلبر ادريس بيقول لك اتاكد ان هو مكتوب تحت الانترفيس بس يعني ده شور هارم انا ما بحبش شور هارم فخلينا نتاكد بالطريقه التانيات اللي هي او الاقل في الاول في الحقيقه هقول له شو اي بي انترفيس جي 00 فاكرين دي اللي بتطلع لي هنا الايه اهو الاوت جوينج اكسس ليست والايه الباوند اكسس ليست لكن فوقيهم بخاله بس بتلاقي ايه؟ الهيلبر ادرس تمام؟ في زن صح انا كده مظبوط بدخله هل الرقم ده صح؟ لكن برضه رقم بس كنت كتبت رقم غلط اوكي؟ هل الرقم ده صح ولا لا؟ نفس الكلام ممكن اعمله في الراوتر الثاني اللي هو ار 3 اتاكد ان الهيلبر ادرس متظبط بدل ما اقول له شور عليه لو بدل ما اقول له شور ودور على الانترفيس ديت وهتلاقي تحتيها الهيلبر ادرس اهو تمام؟ مش طبعا مش مفضل عندنا يا شباب هقول له شو اي بي انترفيس جي 0 وهيطلع لك هو هيبقى ادرس برضه ايه موجود. اخر حاجه ممكن تكون عامله لك مشكله فجايبها لنا هنا هو بيقول لك شو مان كوفينج انكلود نو سيرفيس دي اتش بي ايه الكلام ده؟ باي ديفولت الراوترز بتاعتنا كلها ديت ار 1 وار 2 وار 3 عندهم سيرفيس اسمها دي اتش بي شغال يعني في امر مكتوب كده في الحقيقه سيرفيس دي اتش سي بي ده مكتوب انا لما كتبته دلوقتي ما عملتش اي حاجه ده باي ديفولت موجود اصلا على كل الراوترات سيسكو الخدمه بتاعت دي اتش سي بي شغاله لكن لو حد دخل كتب كده ايه رايكم لو عملنا كده اهو خلاص ده ما بقاش دي اتش سي بي سيرفر
سيرفر اللي هو بيوزع، ما ينفعش يوزع ارقام لاي حد. فخلي بالك طبعا بقول لك عشان كده دور على الموضوع دوت في شورر كونفيج، يمكن يكون حد كتب الامر دوت وبالتالي خلاص مش هعرف اوزع كايه كدي اتش تي بي سيرفر لاي حد. اخيرا عندنا الديباج، خدنا امر الديباج قبل كده كذا مره بس هنا عندنا الديباج خطر شويه، فخلي بالك من الديباج اللي هو هيعمله دوت. احنا عندنا في الديباج زي ما قلنا خطر. عمل ايه؟ بص بقى الميكس من شابتر 9 وشابتر 10. Access list 100 permit UDP NENA equal 67. Access list 100 permit UDP NENA equal 68. عملنا access list. Extended access list. بتدور على البروتوكول UDP جاي من اي حته رايح اي حته بس البورت كام؟ 67. وبروتوكول برضه UDP من اي حته رايح حته بس البروتوكول كام؟ البورت كام؟ 68. هما الاثنين بتوع الديش. طيب وبعدين؟ قال له بعد كده ديباج اي بي باكيت بي. ما خدش الاكسس ليست دي يا جماعه وروح طبقها على انترفيس ولا حتى على لايف بي تي واي الغريبه اللي احنا خدناها دي، لا ما طبقش الاكسس ليست دي في اي حته. امال ده ايه؟ انا قلت لكم الاكسس ليست مش بس مستخدمها في السكيورتي، انا بستخدمها كنقي فيها حاجه، انا عايز انقي حاجه فلتر بنقي فيه حاجه مش عشان يعدي او ما يعديش، عشان استخدمه في حاجه ثانيه زي ما هنشوف النهارده مثلا برضه في النات، هتلاقي ان النات بيستخدم الاكسس ليست تمام؟ اذا بستخدمها في حاجات كثيره جدا. فانا هنا بقول له ايه؟ بص debug IP packet 100. في الحقيقه لو قلت له كده، انا قلت لكم عليها قبل كده بس يعني يمكن تكونوا ناسيين او مش فاكرين، لو قلت له debug IP packet ودوست انتر الموضوع بتاعك هيموت يعني، هيقع يعني مش هيموت خالص للابد يعني بس هيموت. debug IP packet ده بيعمل ايه؟ يقول له كل باكيت بتعدي في الراوتر طلعها، طلعها التفصيل بتاعتها. فطبعا لو ده راوتر محترم شغال دي ممكن يكون بيراوت في الدقيقه الواحده 1000 باكيت، هيطلعهم لك ازاي دول ان شاء الله؟ هيموت هيموت، الراوتر هيهمك هيموت وهيقع. لكن الحل الجميل لهذا الموضوع لما قالوا ديباج اي بي باكيت 100 ايه اللي هيحصل؟ قال له بص هات لي اي اي بي باكيت بتعدي في الراوتر، استنى مش كلهم اللي تبع الاكسس ليست كام؟ 100. شفتوا الذكاء؟ يعني شفنا استخدمنا الاكسس ليست هنا في ايه؟ في الديباج. اوكي؟ انا ممكن اعمل الكلام دوت في حاجه، انا مثلا عندي مشكله تمام؟ عندي مشكله في بروتوكول معين مش عارف ايه المشكله الا لما بيعدي في الراوتر ولا لا، مثلا نختار بروتوكول ايه مثلا؟ بلاش نجيب احنا اوريدي عملنا يو دي بي، مثلا ايميل. الايميل ده بورت 25 اللي هو الاس ام تي بي، او جاي اعمل كده اقول له اكسس ليست داش ليست اوكي 105 مثلا بيرميت تي سي بي اني ايكوال 25 ادي الاكسس ليست بتاعك. مش هروح اطبقها دي مش بيرميت واللي رايح عشان تعدي وما تعديش على الانترفيس خالص. بعد كده هطلع بره وجاي قايل له ديباج اي بي باكيت كام؟ سميناها 105 وشكرا. ايه اللي هيحصل؟ كل باكيت ينطبق عليها الشرط دوت اللي هي الايميل هيطلع لي ايه اللي بيحصل فيها، يعني بيطلع لك رساله طويله شويه كده كل باكيت لما بتعدي بيقول لك ايه اللي بيحصل فيها، يعني بص كده بيقول لك جات لي باكيت السورس بتاعها لا ده كتير قوي السورس بتاعها كذا جايه من الانترفيس كذا الديستنيشن بتاعها كذا التول بتاعها كذا استقبلتها تمام وبعدين ستوب بروسيس باك فور مش عارف ايه فورس بوكينج سيندنج نود مالتي كاست بيبعتها مالتي كاست تمام نود كاست سوري. فاذا بتشوف بالظبط اللي بيحصل للباكيتس بتاعتك بتشوف بالظبط اللي بيحصل للباكيتس فده فلتر يخليني اعمل ديباج ايه براحتي. في عندنا ديباج تاني طبعا خاص بالدي اتش سي بس اسمه ديباج اي بي دي اتش سي سيرفر ايفنت زي ما هو طلع لي الاحداث اللي بتحصل في الدي اس بي سيرفر، ايه الاحداث؟ هنا مثلا بقول لك انا جالي كذا الرقم ده رجعته للبول، وزعت الاي بي ادرس دوت للماك ادرس دوت، ببص على اي ايجار قرب يخلص، الايجار دوت خلص، هشيل الايجار، فاهمين الفكره؟ اي حاجه بتحصل في السيرفر بيطلعها لك، والحاجه الطبيعيه اللي بيحصل في السيرفر ان هو يا بيوزع ارقام يا بيرجع ارقام، بيرجع ارقام امتى؟ لما الايجار بتاعه بيخلص، بس ده اللي هيطلعه لك هنا، فبرضه امر ديباج تاني ممكن ايه نستخدمه للترابل شوت. واضح الكلام؟ وكده خلص الايه؟ ال دي اتش بي فيرجن 4. اي مشاكل؟ نشوف بقى اللي زعل، لان ده المفروض اللي هو السهل يعني، فنشوف بقى اللي زعل شويه. لو انت فاكر في الحقيقه شويه من اللي خدناها قبل كده عن اي بي 6 مش هيبقى مشكله، بس انا عارف طبعا الذاكره بتاعتكم هي خطيره. فهنشوف اللي هيحصل دلوقتي لانه بيعتمد على ذلك الاي بي فيرجن 6 ادريسنج الطرق بتاعته المختلفه اللي كنا خدناها قبل كده في فيديو 4.
رغم ان السكشن ده اسمه دي اكس بي فيرجن 6، لكن في الحقيقه يعني احنا هنتكلم على دي اكس بي فيرجن 6 كجزء بس منه، لان بنتكلم اكتر على الطرق المختلفه اللي بناخد فيها اي بي فيرجن 6 ادرس بعيدا عن المانيوال. يعني على عكس الراجل البسيط اللي هو اي بي فيرجن 4 عندنا طريقتين، يا اما ادينا تايب ادرس مانيوال ستاتيك بنفسي اخش اكتب الرقم بنفسي في اي بي فيرجن 4، يا اما نعمله دايناميك عن طريق مين؟ الدي اتش سي بي. لكن عندنا زي ما قلنا في الاستاذ اي بي فيرجن 6 مانيوال، اوكي عادي مانيوال او ستاتيك يعني سلاش ستاتيك. عندنا اوبشن تاني اسمه سلاك ويب اونلي، عندنا اوبشن تاني اسمه سلاك بلس دي اتش سي بي فيرجن 6، وعندنا اوبشن رابع اسمه دي اتش سي بي فيرجن 6 اونلي. طبعا الثلاثه اللي هنهتم بيهم هم الثلاثه دول، انا ماليش دعوه بمانيوال، انا مالي وبال مانيوال، مانيوال بيخش تدخل الرقم يعني ما هياش معضله وحاجه عبيطه يعني ماشي، لكن الثلاثه دول هم اللي يهموني ازاي تاخد اي بي ادريس في فيرجن 6 اوتوماتيكلي او دايناميك. فطبعا محتاجين نراجع سلاك لو ما كنتش فاكره، وادي الفكره بتاعت سلاك. ان عندي هنا الكلاينت موجود، وعندي هنا الراوتر موجود، وممكن يبقى فيه دي اتش بي سيرفر موجود، يعني ممكن يشتغل دي اتش بي فيرجن 6، بس الراوتر هنا دوره اساسي. لان اللي بيحصل في اي بي فيرجن 4 بنبعت دوره، دي الاول والثاني يرد عليا باو، ارد انا عليه بار، ولا يرد عليا بايه؟ لا، الكلام دوت هنا مش هو كده خالص 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 تماما. امال ايه اللي بيحصل في الكمبيوتر اول ما بيشتغل؟ الكمبيوتر شغال في اي بي فيرجن 6 بيبعت رساله اسمها، حد فاكر؟ راوتر سوليسيت، او بنسميها ار اس. ار اس او راوتر سوليسيت دي رساله تبع البروتوكول اي سي ام بي فيرجن 6 ام دي بي او ريفر ديسكفري بروتوكول، اوكي، او تبع الاي سي ام بي فيرجن 6 ورايح لها. فالاي سي ام بي فيرجن 6 جواه اوبشن اسمه سلاك او ستيتلس ادرس اوتو كونفجريشن، بيسمح لك انك تاخد ادرس من غير ما نحتاج الدي اس بي فيرجن سيرفر ده خالص. ازاي؟ الكمبيوتر بيبعت رساله ديت اللي اسمها راوتر سوليسيت، دي بتبقى مالتي كاست، مالتي كاست ل اف اف 02 دبل كولون 2، وده المالتي كاست ادرس بتاع اول راوترز. يعني ايه الادرس ده؟ موجه للراوترز فقط، الراوترز بس هم اللي مشتركين فيه، وبالتالي الراوترز بس اللي ممكن يرد عليهم. لازم اجباري الراوتر يرد عليك برساله اسمها ار اي او راوتر اي ادفيرسمنت، الاعلان بتاع الراوتر. والرساله دي بتبقى مالتي كاست برضه، تمام؟ لان انا مش رايح عليك بس في الحياه، بس بتروح لمين؟ اف اف 02 دبل كولون 1، يعني رايحه للشبكه كلها. الراوتر هنا بيعلن عن نفسه للشبكه كلها، مش بيجاوب على سؤالك انت بس. الفكره كلها محتوى هذه الرساله ايه؟ هي دي الرساله بتاعت السلاك، اللي هي مش هنسميها سلاك، هنسميها الار اي زي ما هي. بيبقى فيها سورس ادرس، فيها ديستنيشن ادرس، اوكي؟ الديستنيشن ادرس قلنا اوريدي ان هو اف اف 02 دبل كولون 2. السورس ادرس بيبقى اف اي 8 0، هنفترض مثلا دبل كولون 1. مين ده؟ ده الراوتر بتاعي هو ار 1، والادرس بتاعه اف اي 8 0 دبل كولون 1. حلو كده؟ يبقى اذا واضح ان هحط السورس ادرس ايه؟ لينك لوكال. السورس ادرس بتاعي دوت هيبقى ايه؟ لينك لوكال. محتوى الرساله بقى نفسها او جاي كاتب فيها بريفكس، بريفكس length. مين تاني ممكن نستخدمه؟ حاجات كتيرة بقى في الحقيقة. DNS server. مثلا في المثال بتاعنا ناخد، هنقول ان الراوتر دوت الادرس بتاعه هنا 2001111 دبل كولوم 1 سلاش 64. يبقى البريفكس اللي هيتحط هنا هو 2001111. البريفكس لينس سلاش 64، زي ما قلت في حاجات ثانيه كتير ممكن نلاقيها جوه هذه الرساله. يبقى انا هنا بديك البريفكس اللي هو مش الاي بي ادرس بتاعي، مش بحط لك الاي بي ادرس بتاعي انا كراوتر، لا بديك النص الاولاني بس. او فاكرين الاي بي 6 بيتقسم جزئين، جزء اسمه بريفكس وجزء اسمه انترفيس اي دي. فبديك النص الاولاني من البابليك اللي هو شبه البابليك واسمه جلوبال دلوقتي، بلاش بابليك ديت.
بحطه هنا البريفكس بتاعي، بقول لك ان هو سلاش 64 وبديك معلومات ثانيه زي الدي ان اس سيرفر وشويه حاجات ثانيه زي الدي اتش تي بي بالظبط. طب لما المعلومات دي كده في الراوتر ادريس توصل للكلاينت، قال لك الكلاينت بتاعنا هياخد 2001111 كده بقى معاه نص الادريس وفاضل له الايه؟ النص الثاني اللي هو 64، فاضل له النص الثاني اللي هو 64. يعني ايه هو في النص الثاني؟ النهارده بيملى النص الثاني ده برقم عشوائي. املاء برقم ايه؟ عشوائي راندوم. كان زمان زي ما قلنا في الطريقه دي اسمها ايه؟ 64، بس خلاص دي اتلغت يعني مش ايه؟ مش موجوده. يبقى بعمل النص الثاني برقم عشوائي. كده بقى معايا ادرس ولا لا؟ بقى معايا ادرس وعارف ان انا سلاش 64. طب في سنه واحده فين الديفولت جيت واي بتاعي؟ جي دبليو. مش كاتبها لي يا راجل ما كتبهاليش اهي. شايفين السورس هاتس؟ هو مين اللي باعت لك الرساله ديت؟ هيطلعوا لي الديفولت جيت واي اف اي 8 0 0 1. طب فين الدي ان اس سيرفر؟ الراجل اللي ادهولك 1 2 3. فين اي معلومات ثانيه؟ دومين نيم وات ايفر، كل المعلومات ديت اللي انا شرحته دوت هو ده الاوبشن اللي اسمه سلاك اونلي. يعني ايه؟ يعني احنا شغالين سلاك بس، مفيش اي وجود للسيرفر دوت ولا احتياج له. الفكره كلها في الطريقه ديت انك لازم تعرف ان هي ستيتلس. يعني ايه ستيتلس؟ يعني مفيش وسيله اني اعرف، مفيش عندي جدول موجود كده في الرقم بتاع لسه مفتوح عندنا؟ لسه مفتوح ما قفلناهوش. بص كده السيرفر ده مش ده ار2؟ لما عملنا كده شايفين الجدول ده؟ هو ده اللي انا بتكلم عليه. انا عندي جدول دلوقتي في السيرفر بتاعي سواء سيرفر سيسكو او مايكروسوفت، في ايه في الجدول؟ اي بي ادرس وماك ادرس، اي بي ادرس وماك ادرس. لو عندك في الشركه 100 جهاز هتلاقيهم موجودين في جدول كده، كل جهاز الماك ادرس بتاعه والاي بي ادرس اللي خده. صح؟ فده اسمه ستيت فول، ستيت فول. يعني في ستيت، في حاله، في جدول، ده معناه. اما ده السلاك اسمه ايه؟ ستيت ليس، مفيش حاله، مفيش جدول موجود عندي، لان انا الراوتر ما ادكش رقم، تقول لي الراوتر اداني رقم، لا والله الراوتر ما ادكش رقم. الراوتر اداك نص رقم وانت اتصرفت فين؟ في النص التاني، اتصرفت في النص التاني. واضح؟ طبعا في الحقيقه بعد الخطوتين دول هتعمل خطوه، الكلاينت هيعمل خطوه كمان، جاي لها رساله كمان كده اللي احنا بنسميها داد. تمام؟ ايه داد ديت؟ مش بابا، قلنا داد دي يعني دوبليكيت ادريس ديتكشن. بعد ما انا اديت لنفسي رقم بهذه الطريقه انه النص الثاني عشوائي، ممكن حظ واحد في التريليون ان واحد ثاني يكون اختار نفس الرقم العشوائي بتاعي. فلازم اتاكد دوبليكيت ادريس ديتكشن، بتاكد ان محدش خد الرقم بتاعي، وبالتالي ببعت مسج مخصوصه اللي بنسميها سوليسيتد نوت، سوليسيتد تمام نوت مالتي كاست، اللي هو مالتي كاست موجه باخد في اخر 24 بت من الرقم بتاعي وبيبقوا محطوطين هنا في السوليستر نوت مالتي كاست ادرس بتاعنا، وبالتالي ببعتهم. المفروض هنا ما حدش يرد عليا. لما ابعت كده الرساله ديت موجهه لاي حد الرقم بتاعه زي بتاعي. المفروض ما حدش يرد عليا. لو حد رد عليك لا سمح الله، يبقى في حد اختار نفس الرقم بتاعك او حد واخد نفس الرقم بتاعك، اعمل ايه؟ تاني اعمل لنفسك رقم عشوائي تاني واعمل الاداء تاني لغايه لما ما تلاقيش حد يرد عليك، خلاص شكرا كده الرقم بقى بتاع حضرتك. اوكي؟ يبقى ده الفيرست اوبشن اللي هو اسمه ايه؟ السلاك اونلي. واضح ولا في مشكله؟ ما اعرفش انتوا ايه اخباركم في فيرجن 6؟ زيرو؟ الجزء ده كله قبل كده؟ يعني ده انا بعيده اللي هو المفروض خدناه قبل كده من زمان في مدير الوضع ما خدناهوش. الفكره بتاعته مش صعبه قوي. الكيس ده هتفهموا اللي بيحصل. اي فيرجن 6 بيشتغل بطريقه مختلفه عن اي فيرجن 4. الراوتر دلوقتي بقى له دور كبير في موضوع الادريسنج. الراوتر عندنا في اي فيرجن 4 ملوش دعوه بالادريسنج الا لو حولته سيرفر. الطريقه ما بتشتغلش، بس انا حولت الراوتر خليته سيرفر. صح؟ لا الراوتر ده انا حولته ولا حاجه، هو زي ما هو راوتر عادي جدا في اي فيرجن 6. فبيقدر يبعت يرد على رساله بتاعت اي جهاز موجود اللي هو بيقول له انا بدور على راوتر. يعني فكروا كده في الرساله دي كده فيري سيمبل. تبعت رساله مش كنا بنبعت في هايبر فور انا بدور على سيرفر انا بدور على سيرفر دي اف سي بي؟ لا هنا انت بتدور على مين؟ راوتر سوليسيت يعني راوتر ديسكفر زي الديسكفر بتاع دي اف سي بي. انا بدور على راوتر. الراوتر رد عليا واداني المعلومات دي. رحت انا استفدت بيها المعلومات كان فيها بريفكس رقم الراوتر كله؟ لا نص رقم الراوتر اللي هو الجلوبال ادريس، وبعدين حطيت انا النص الثاني كده بقوا مع بعض 128 بت بقى معايا رقم. في نفس الرساله قال لي ان الرقم ده هيبقى سلاش 64 شكرا. في رساله بعد كده قال لي الدي ان اس سيرفر بقى معايا الدي ان اس سيرفر والديفولت جيت واي برضه عرفته من هنا. فاذا معاك ادرس معاك ماسك او لو ما اسموش ماسك دلوقتي ما اسمه بريفكس لاس معاك ديفولت جيت واي عايز ايه تاني؟ مش جبت كده كل المعلومات بتاعتك؟ هل استخدمت الدي اف سي بي في اي حاجه؟
ولا دي اتش بي ولا مانيوال، لو انا كتبت الارقام بنفسي ولا في دي اتش بي سيرفر بيوزعهم بنفسه، لكن دي الطريقه اللي اسمها ايه؟ سلاك. اوكي؟ فهي فيري سمبل. لو شايفين في مشكله اخدوا راجعوا الفيديوز بتاعت الموديول الاولاني اللي شرحنا فيها الجزء ده كله بتاع الجبر 6. طيب نيجي بقى للاوبشن الثاني اللي هو سلاك بلس دي اتش بي. ايه اللي هيحصل في هذا الاوبشن؟ بسيطه خالص. انا في الاوبشن دوت هنوصل نفس الكلام، هدور على الراوتر، الراوتر هيبعت الرساله بتاعته بس مش هيديني كل حاجه، يعني مثلا هيبقى ناقص كده. اوكي؟ طب ايه اللي ناقص؟ ايه اللي انا مسحته دوت؟ الدي ان اس. تمام؟ الدي ان اس واي اختيارات ثانيه هيبقى فايل، يعني دومين نيم او اي حاجه ثانيه مش هتهان. يبقى اذا هاخد رقم هكمل انا نصه ثاني، هعرف اللينس بتاعي واعرف الديفولت جيت واي، لكن لسه فاضل لي بعض المعلومات ناقصاني. اروح اجيبها من مين؟ من الدي ار سي بي فيرجن 6 اللي ساعتها لو رحت جبتها منه هيبقى اسمه ستيتلس. لان برضه ما عندوش جدول، هو ديجيتال سيرفر كده ده عنده جدول؟ لا، لانه ما وزعليش ارقام. ما وزعش ارقام، صح؟ ما حدش عنده جدول، لا الراوتر عنده جدول ولا السيرفر عنده جدول. فاحنا كده ما زلنا شغالين ايه؟ ستيت ليس، اللي هي الاس ال دي ستيت ليس. اخيرا بقى اسمه ايه؟ دي اتش بي فيرجن 6 اونلي او دي اتش بي فيرجن 6 بس. ايه اللي هيحصل هنا؟ اللي هيحصل ان انا هدور على الراوتر والراوتر هيرد عليا وهيديني نفس الرساله دي بس هيقول لي حاجه زي كده، هيبقى في حاجه زي كده متعلمه جوه كده، هتشوفها طبعا دلوقتي بالتفصيل، احنا كنا بنقول كده زمان، النهارده هتشوفها بجد بقى. Do not use. يعني الرساله بتاعتي اهي بس ما تستخدمهاش. ما تستخدمهاش، ما تاخدش المعلومات اللي فيها وتعمل زي ما عملت كده. امال اعمل ايه يا حاجه؟ روح هات المعلومات بتاعتك من مين؟ من الدي ار سي بي سيرفر. فاهمين القصه؟ بقول له ما تستخدمش المعلومات اللي عندي، روح هات المعلومات بتاعتك من الدي ار سي بي سيرفر. ما عدا ما تستخدمش في حاجه المعلومات دي ما عدا لازم هتاخده مني. مين ده؟ الديفولت جيت واي. يعني الكمبيوتر هيعرف الديفولت جيت واي قبل ما يعرف الايب ادرس، قبل ما ياخد هو الايب ادرس هيبقى عارف الديفولت جيت واي بتاعه، لان هو ده الديفولت جيت واي ايه بتاعه. بس اروح اجيب بقيه المعلومات من الدي اتش بي، مش بقيه بقى كل المعلومات، يعني انت محتاج اي بي ادرس وكل حاجه. في الحاله دي مش هيبقى ستيتلس بقى، هيبقى ايه؟ ستيتفول. في الحقيقه هتكلمه باربع خطوات بس ما همش دور للاسف، عشان مش كله دور، يعني هو بيحبه يغيره، بس نفس الفكره. مش اول خطوه بتدور على السيرفر، هترجع بقى هنا، يعني بعد الخطوتين دول هتقوم جاي بقى خطوه ادور على السيرفر، السيرفر هيعمل ايه؟ هيرد عليك بعرض، هتقول له ايه؟ موافق على العرض، هيديك ايه؟ اكنولج. اربع خطوات بس ما اسمهمش دور، اسمهم حاجات ثانيه هنشوفها دلوقتي، انا نفسي مش حافظها، بس اربع خطوات. واضح؟ هيحصل فيهم نفس الكلام، وكده بقينا ستيت فول، رجعنا ستيت فول تاني زي ايام اي بي فيرجن 4 بالظبط. الراجل ده عنده جدول في الماك ادرس بتاع كل جهاز، الماك ادرس بتاع كل جهاز اللي هو خده، فتره الايجار، كل الكلام ده كله، فتره ايجار لا مفيش ايجار عندنا. فاي بي فيرجن 6 لما بيتوزع باي ديفولت انفنت اللي هو قلنا عليه فاي بي فيرجن 4 موجود برضه، بس هنا ده باي ديفولت. باي ديفولت لما بديك كدي اتش بي سيرفر رقم، الرقم ده بتاعك للابد، انا مش عايزه اعمل بيه ايه تاني، الرقم ده بتاعك للابد. صح؟ اذا ده باختصار الثلاثه اوبشنز بتوعنا اللي ممكن يشتغلوا بيهم الدايناميك ادريسنج في اي بي فيرجن 6، سلاك اونلي، سلاك بلس دي اتش بي او دي اتش بي اونلي. طب سؤال، هو هيشتغل على اي 6؟ هيشتغل اي واحد من الثلاثه دول؟ انت اللي بتحدد. احنا بقى مش ناشر دي بقى، ده الكلام الجديد هنشوفه دلوقتي. انا اللي بحدد هذا الكلام ازاي؟ بامر بكتبه على الراوتر، بامر بكتبه على الراوتر. يعني حاليا الراوتر بتاعنا ده الديفولت بتاعه سلاك اون، ده الديفولت على الراوتر بتاعنا دلوقتي لو شغلناه في باكيت تريسنج. لكن ممكن اكتب امر هنشوفه اخليه يشتغل كده، اللي هو خد شويه معلومات مني وكمل الباقي من مين؟ من الدي ار سي بي. برضه ممكن اكتب معلومه اقول له اشتغل ايه كده، ما تاخدش اي حاجه مني، تمام؟ يعني الديفولت جيت واي يعني، وخد كل معلوماتك من مين؟ من الدي ار سي بي سيرفر. كله بيعتمد على الرساله بتاعت الراوتر ادفيرسمنت دي، هنلاقي فيها فلاجز. ولو حد فاكر الدي سي بي كان في حاجه اسمها فلاج اللي هو سن واك، ده فلاج. فلاج يعني قيمته بواحد او بزيرو، هتلاقي عندنا في فلاج ظريف اسمه اذر قيمته يا بواحد يا بزيرو، وعندنا فلاج ثاني اسمه مانجد تمام قيمته يا بواحد يا بزيرو. ما تحفظش الحاجات ديت، ده تو ماتش بالنسبه لمستوى السي سي ان اي، بس انتوا عارفين انا كورس الاكاديمي بنخش فيه في تفاصيل اكتر شويه. لكن الامر اللي هكتبه هيعدل في الفلاجز ديت، ولما تعدل في الفلاج هتعدل في اي اوبشن من ايه؟ من الثلاثه. يعني خليك فاكر ان في امر، مش عايزك حتى تعرف الامر نفسه، في امر بيخليك تحدد اذا كان سلاك اللي هو زي كده تمام، سلاك اونلي ولا سلاك بلس دي اتش بي ولا دي اتش بي اونلي. بس برضه خليك عارف ان الكمبيوتر بتاعك ممكن يلغي الكلام ده كله. يعني انا ممكن اقول له سلاك تمام، سلاك اونلي اللي هو خد المعلومات بتاعتك كلها مني، والكمبيوتر ولا يعبرني ويروح ياخد المعلومات بتاعته من غير سي سيرفر. يعني مين اللي له الاولويه؟ الكمبيوتر. مهما انا كونفجرت الراوتر، الويندوز هو المتحكم في الموضوع. الويندوز والكمبيوتر عندنا هو المتحكم في الموضوع. ف
فانا اقدر اتحكم في الكمبيوتر بتاعي اقول له كذا وده يلغي الامر بتاع الراوتر. الراوتر هنا بيدي له امر استخدم سلاك بس، استخدم سلاك زائد دي اتش بي او استخدم دي اتش بي بس، صح؟ لا ماليش دعوه، مش عاجبني الكلام بتاعك، انا هنفذ الكلام اللي انا عايزه. تمام؟ فاحنا طبعا ماليش دعوه بالكمبيوتر، انا ماليش دعوه هقول لك الكمبيوتر ظبطه ايه، احنا مالنا ده كورس سيسكو، فانا هقول لك تظبط ايه الراوتر ازاي. اوكي؟ فده كده الجزء النظري، بعد كده هنخش بقى في الجزء العملي. طب انا ازاي اطبق، مش دول، دول خلاص ده امر هادف يعني اللي بيطبق دول، لا ازاي اطبق ان نفس الكلام اللي عملناه. احنا عملنا ايه في لسه شويه دلوقتي الباكت تريسر؟ شغلت راوتر كدي اتش بي سيرفر، صح؟ هشغل الراوتر كمان ك يعني عندنا نوعين مش سيرفر، ستيتلس وستيتفول، هنشوف الاثنين، واشغله كريلي. عندنا ريلي هنا، عندنا ريلي، نفس الفكره موجوده. تمام، ان انت في حته وعايز توصله موجود، عندنا كلاينت برضه، عندنا كلاينت، نفس الثلاثه اللي احنا شفناهم في باكيت تريسر نقدر نشوفهم بايه. بس خلينا نخلص الجزء النظري الاول هنا اللي فكرنا تاني بالسلاك بيشتغل ازاي. الكمبيوتر بيبعت زي اسمها راوتر سوليستيشن، اي نيد ا راوتر ادفانسمنت فروم ذا راوتر، انا بدور على راوتر وده هيوصل للمالتي كاست اور راوترز، يعني الراوتر بس اللي هيوصل له في الحياه السنه ديت، يتفضل يبعت لي هو بالراوتر ادفرس بتاعته او الار اي، رساله رايحه لكل الاجهزه جواها البريفكس والبريفكس لينكس اند اذر انفورميشن. واو جايبهم لنا خطوه خطوه، انا عايز الار اي، اتفضل خد الار اي بتاعتك البريفكس والبريفكس لينكس اتسترا اتسترا. خلاص كده انا افتر جنريتنج ماي انترفيس اي دي، بقى معايا دلوقتي الجلوبال يونيكاست ادرس بتاعي. خلاص لا لازم اعمل ايه؟ دوبليكيت ادرس ديتكشن او ديت، هل الادرس ده اوريدي مستخدم ولا لا؟ عشان اتاكد ان هو محدش تاني واخد الادرس بتاعي. لو اخترنا اوبشن نمبر 2 اللي هو سلاك اند اتش بي، انا عايز الار اي. اوكي، يبقى دول الثلاثه اوبشنز اللي بيظهروا، يا اما ابعت له رساله اقول له استخدم الار اي بس، يا اما ابعت له رساله اقول له استخدم الار اي اللي هي المسج بتاعتي واستخدم السيرفر، يا اما استخدم الدي اتش بي سيرفر كولكشن العربيه. زي ما قلت كل دوت بيتحكم بحاجه اسمها الفلاج، شايفين في لك تو فلاجز، المانجد فلاج والاذر فلاج. تمام؟ بالكومبينيشنز بتوع الاثنين دول هيديك واحد من الثلاثه، وهنشوف الكومبينيشنز اللي هو بيقول عليهم دول دلوقتي. ادي اول واحد اللي هو سناك اونلي، المانج فلاج بيبقى بزيرو والاذر فلاج بزيرو، الاثنين بكام؟ بزيرو، وده معناها سناك اونلي. يبقى ماليش دعوه ما تحفظش الكلام ده، مش عايزك تحفظه. اوكي؟ التو فلاجز دول بزيرو، يعني المهم انك تفهم ان في النوع الاول موجود، وادي الكوماند اللي بيشغله في الحقيقه بيخليهم زيرو تحت الانترفيس، مش هنكتبه. No IPv6 MD managed config flag، No IPv6 MD other config flag. Managed config flag قلت له نو بيخليه زيرو، other config flag قلت له نو بيخليه زيرو، بيلغيه بيخليه زيرو. إذا ده هنا الاثنين زيرو، إذا دي رسالة اللي هي سناك اول. طب لو سناك بلس دي اتش بي بيخلي المانج بزيرو ويخلي الاذر بواحد، وده بما هو بيقول له IPv6 MD other config flag، فأنا بقول له كده من غير نو يعني الاذر بواحد، إذا هيكمل هياخد معلومات مني وبعدين يروح يدور على الدي اتش بي سيرفر. اخيرا لو قلت له مانج بواحد، مش مهم الاذر في الحقيقه ساعتها تقول له زيرو بواحد، لان مانج بواحد بتقول له روح هات اي معلومات بتاعتك من ايه؟ من الدي اتش بي، وده الكوماند اللي بيحققه تاني، مش عايزك تحفظ تاني. طب فين بقى الدي اتش بي مسج نفسه؟ فين دوره؟ مفيش دوره عندنا في ايه؟ بعد ما نخلص هنا سواء انا اشتغلت ستيتلس او ستيت، يعني الخطوه اللي جايه دي خلي بالك، سواء قلت له هات بعض المعلومات او هات كل المعلومات، هيبعت ايه؟ ابعت الرساله دي سوليسيت، بدل ديسكفر بقى اسمها ايه دلوقتي؟ سوليسيت. دي رايحه لسبيشال ادرس، في الادرس عندنا اهو FF02 دبل كولون 1 كولون 2، تمام؟ يعني زي دبل كولون 1 العادي بتاعنا بس بيحط ايه؟ كولون 2، وده الادرس بتاع الدي اتش بي سيرفيس. يعني مين بس اللي هيرد عليا؟ ده مالتي كاست ادرس مخصوص للدي اتش بي سيرفيس. فلو عندك كذا سيرفر هيرد كل واحد على السوليسيت بمسج يونيكاست اسمها ايه؟ ادفرتايز، ما اسمهاش دلوقتي اوفر، اسمها ايه؟ اعلان. وبعدين بترد انت مسج اسمها ريكويست او انفورميشن ريكويست، دلوقتي ايه ده اسمها ما اتغيرش؟ دي الوحيده اللي ما اتغيرتش شويه، ريكويست او انفورميشن ريكويست. واخيرا هو بدل ما يرد عليك بقى بيديك ريبلاي. وطبعا لو حبيت تحفظهم هتلاقيها صار اس اي ار ار، فمش هتيجي خالص يعني، مش مهم تحفظهم، مش هتسالك عليه. لكن دول الاربعه مسجز هم نفس الفكره، انا مش هعيد شرحهم من اول وجديد، هم نفس الفكره. انا عايز اي بي فيرجن 6 سيرفر اللي هو دي اتش بي 6، انا موجود اهو فاضل العقد بتاعي، طب انا موافق على العقد بتاعك، خلاص اوكي تمام. نفس الاربع خطوات بتوع دوره بالظبط بدون اي مشاكل. اهو جايبهم يعني لنا اهو، تمام؟ سوليسيت اول خطوه، تمام؟ التاني بيرد بحاجه اسمها ادفرتايز، انت بتعمل ريكويست، هو بيرد بريبلاي، وكده الفور اي ستيبس.
بعد بريك بقى هنشوف ازاي نكونفيجر الراوتر از ستيتلس دي اتش تي بي سيرفر او خطوه ستيتلس، يعني مش بوزع ارقام، بوزع معلومات اضافيه زي الدي ان اس زي الدومين نيم الحاجات اللي هي الهايفه الاضافيه. وبعدين طبعا هنشوف ازاي نخليه ستيتفول وهو بعد يوزع الارقام، وبعدين الريلي وبعدين الكلاينت. الاربع حاجات يعني زي ما شفناهم في اي بي. فناخد بريك بتاعتنا دلوقتي ولما